كنا انا اقدر افيد ولو حاجه بسيطه جدا الزملاء الموجودين في الويبينار. وباذن الله يعني ان شاء الله يعني ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا خالص لوجهه، ان يكون باذن الله في افاده للناس ولو حاجه صغيره جدا. كلامنا على الحوكمه، الحوكمه ما هياش ترند جديد وما هياش حاجه يعني كله يدلي بدلو فيها قد ما هي شيء قديم قوي واساسي. ويمكن الجاب اناليسيز اللي اتعمل للدول، احنا بنسبع دايما عن رؤيه مصر ورؤيه العالم 2030. الرؤيه دي ببساطه شديده كان في اهداف امميه للامم المتحده في الالفيه اللي فاتت، وكانت الاهداف دي اهداف تنمويه كبيره جدا. ولما حصل ايفالويشن ليها العالم اكتشف ان في فرق بين اللي اتحقق وبين اللي كان مأمول من تحقيق هذه الاهداف. فوجدوا ان في فرق بين التنميه وبين النمو، والعالم بيدعو الى التنميه وليس النمو. التنميه 2030 معناها ان انا يعني تنميه مستدامه، بمعنى رؤيه التنميه المستدامه الشامله، يعني بتعتني بالبيئه وبتعتني بالجانب الاجتماعي وبتعتني بالجانب الاقتصادي والجانب السياسي. فعملوا جاب اناليسيز لكل دوله ايه هو اللي حال دون تحقيق الدوله دي للتنميه المستدامه، ايه هو الجاب اناليسيز اللي حال دون تحقيق كل دوله في العالم لتحقيق التنميه المستدامه ورؤيه العالم 2030. فكانت الجاب اناليسيز دي بالنسبه لمصر، الجاب اللي عندنا في مصر كان اسمه الجفرنس. احنا بشكل خاص يعني تمس حاجه كبيره جدا 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 في نهضتنا وفي تحقيق التنميه المستدامه في مصر، الحوكمه. فمن هنا الاهتمام كبير جدا بالحوكمه يعني. واذا كان الجوده تحسين للاداره، فالاداره في حد ذاتها هي مخرج من مخرجات الحوكمه. يعني الحكم الرشيد هو احد مخرجات الحوكمه. فلما دورنا كده وبحثنا في جوانب كتيره في الحوكمه والكومبوننتس بتاعتها، لقيت ان الانترنال كنترول ده حاجه يعني الكور بتاع الكور. يعني اذا كانت الحوكمه الكور في الاداره، فالانترنال كنترول الكور بتاع الحوكمه. فهنشوف كده مع بعض حاجه بسيطه جدا، اتمنى ان ان شاء الله اقدر اوصل الفكره لحضراتكم. هنتكلم عن الانترنال كنترول as core of healthcare investment governance في الهيلثكير. الموضوع قديم جدا جدا جدا، وهو بالنسبه لنا معتقد. يعني احنا مش بس هو بالنسبه لنا يعني حاجه مستوردينها من بره او اداره او لا 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 لا، احنا اساسا معتقد عندنا الحوكمه. احنا عندنا كده حديث بيقول اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. احنا مع يعني ده معتقد عندنا. الجوده هي الاحسان في ديننا، والجوده هي يعني حاجه معتقد عندنا، مش بس يعني حاجة إدارية أو لا لا لا، ده بتمس عندنا قيم عالية جدا. بس أظبط الشاشة. الانترنال كنترول، إحنا طبيعي بنعمل كنترول على كل حاجة في حياتنا. فكر بسيط خالص وهو حاجة لوجيك تماما. أي حد فينا لما بيكون في حاجه قيمه بيقفل عليها، ده كنترول. بتحاول انك انت تحتفظ بكوبيز من الفايل المهمه عندك، ده كنترول. بتحاول انك انت تعمل تشيك للبالانس بتاعك في البنك او غيره، ده كنترول. بتبعد الباسورد بتاعت الكروت بتاعت الائتمان بتاعتك عن الكارت نفسه، ده كنترول. حتى واحنا بنصلي فده في كنترول. لو بصينا بصوا كده للصوره اللي موجوده قدامنا كده وحضراتكم، يعني احنا بنقول حتى واحنا بنصلي في كنترول. حضراتكم شايفين كده الامور دي مشيت ازاي؟ بصوا هنا مفيش كنترول، ففجأة الناس بقت بتصلي، واحد بيصلي في اتجاه الجنوب واحد بيصلي في اتجاه الشرق، حاجة عكس خالص. الانحراف ده حصل ازاي؟ لان مفيش كنترول. بمعنى ايه؟ We repeat what we don't repeat. الموضوع بيبدأ بإن احنا بيبقى فيه lack of control بسيط قوي قوي قوي. لو بصينا بين كل ستيب والستيب اللي قبلها هنا كده، هتبص تلاقي ان الزاويه بسيطه خالص، لا تكون يعني لا يعني اي حد بالعين المجرده يقول لك ايه انا ممكن ايه اتغاضى عنها، ولكن بص للنتيجه في الاخر ان ما فيش كنترول. بص وصلنا لايه؟ هو ده بالظبط اللي كان بيحصل دلوقتي في صفوف الصلاه.
طيب احنا بنفكر في الموضوع ده ازاي؟ احنا بنفكر ايه اللي ممكن هيحصل غلط، وايه اللي احنا مش وايه هي الخطوات اللي تخلي ده ما يحصلش، وايه هي الخطوات اللي تضمن لنا ان ده مش هيحصل، لان هو تحت الايه، تحت الكنترول، اندر كنترول. فاي مدير بيفكر ايه اللي هو عايزه، ايه اللي هو عايزه يحصل، ايه الاوبجكتيفز اللي هو عايز يطلع بيها من اسلوب الاداره بتاعه، وايه الغلط اللي ممكن يؤدي ان ده ما يحصلش، وبعدين بيحط ايه الكنترولز الموجوده. احنا موضوع الانترنال كنترول ده قديم 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 قوي، قدم الظهر يعني. اول واكتر ناس يعني، ولنا الفخر يعني، ان الحضاره الفرعونيه القديمه، بص كده على التمثال ده حضراتكم كده، ده تمثال متصنع من الاف السنين بنفس الجمال ده، وهو في عوامل التعريه. اللي صنع التمثال ده كان في باله وهو بيصنعه، وده كان الاوبجكتيفز بتاعته، ان التمثال ده هيقعد للخلود، هو بيصنعه للعالم الاخر اللي هو حاطط في باله انه هيقعد الاف الاف السنين. فبالتالي التمثال بهذه الروعه، هنشوف دلوقتي هم كانوا بيفكروا في الانترنال كنترول وفي الجفرنس ازاي لما بيعملوا التمثال. حضراتكم لو بصينا كده على التماثيل الفرعونيه ديت، هنلاقي حاجه ما اعرفش حضراتكم تاخدوا بالكم منها ولا لا، لكنها في منتهى الروعه. التماثيل دي اللي صنعها فكر فيها ان ايه اللي ممكن يكون يسبب ان التمثال ده يفقد جزء كبير من قيمته، او ان هو يتاثر مع الزمن. فوجد ان اضعف قطع فيه ممكن لو اتكسرت هتاثر على شكل التمثال وعلى عمره وعلى قيمه التمثال. فتبص تلاقي دايما التماثيل الفرعونيه اغلبها الايدين كده. فلو بصينا، بص حضراتكم كده، ده كنترول. كنترول على ايه؟ كنترول على الدمج وعلى الاسيتس اللي ممكن تبقى لوست لو التمثال ده اتكسرت الصوابع بتاعته. فهتلاقي معظم التماثيل الفرعونيه او كلها تقريبا مهتمه جدا ان الاماكن الضعيفه فيها تبقى معموله كده، بحيث ان هي تبقى في كنترول عليها. فاي سيستم في العالم، السيستم ده مصمم للمخرجات اللي خارجه منه، مفيش حاجه بتحصل بالصدفه، ان كل شيء خلقناه بقدر، وكل انسان على نفسه بصير. فان اي سيستم في العالم هو نتيجه، هو مخرجاته بالظبط زي ما هو كان متصمم ان هو يخرج منها، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي ناس انا بتعامل معاهم في الهيلث كير كبزنس، انفستمنت، مانجمنت، هيلث، كل الكومبوننتس في كومبلكس كونتكست عالي جدا جدا جدا. كل ده محتاج مني ان انا عندي كنترول علشان اقدر ان انا ميتيجيت الريسك الموجود في الفيلد ده. الانترنال كنترول هو اللي بيربط كل العناصر اللي احنا بنتكلم عنها دي مع بعض. يعني انا عايز اوصل لايه الاوبجكتيفز، والريسك اللي ممكن ما يوصلنيش للاوبجكتيفز بتاعتي، وانا هعمل ايه علشان اكونترول هذا الريسك ده. ببساطه شديده الانترنال كنترول، يعني انا عندي اهداف، الاهداف دي مهدده بريسك ممكن انها ما تحصلش بسبب الريسك ده، وانا احط كنترولز عشان اضمن ان الاهداف تتحقق وان الريسك ده ما يقعش. لو بصينا على الهيلث كير بقى، البلوكس وفقا للدبليو اتش او هي محدده 6 بلوكس للهيلث كير سيستم. اول حاجه ليدرشيب والجوفرنس، تاني حاجه سيرفيس ديليفري والهيلث سيستم فاينانس والهيلث ورك فورس والميديكال برودكتس والفاكسينز والتكنولوجيز، وبعدين الهيلث انفورميشن سيستم. العناصر دي كلها بيحركها الليدرشيب والجوفرنس. طب هيحركوها من خلال ايه؟ الليدرشيب والجوفرنس بيحركوا العناصر دي كلها من خلال ايه عشان يحققوا الفريم ورك بلوكس بتاعت ال WHO في اي ناشونال سيستم او نظام صحي في العالم. ده بيتحرك من خلال الانترنال كنترول. الليدر شيب وكل الناس اللي في المؤسسه من خلال الانترنال كنترول بيقدر ان هو يخلي البلوكس دي كسيستم تشتغل كلها مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه. فده دور الانترنال كنترول والجفرنس والليدر شيب في الهيلث سيستم اكوردنج تو البلوكس اللي هي حطها الـ WHO. طيب انا في اي نظام صحي انا عايز اطلع بايه؟ انا عايز اطلع باعلى مستوى من الاداء والاوت كمز الديزايربل او الاوت كمز من اي سيستم، وانا بتبع الستاندرز اللي انا بشتغل عليها. عايز اوصل للزيرو هارم، عايز اوصل للفيري يوز اوف او يوتيليزيشن اوف ريسورسز علشان احقق ماكسيمم بينيفيت منها. عايز اوصل لاعلى مستوى
من السيفتي. يعني انا هنا بدور على الاوتبوتس، ان انا بعمل اوبتيمم اوتبوتس، بعمل اوبتيمم للانبوتس اللي انا بدخلها، بعمل اوبتيمم للامباكتس او الاوتبوتس اللي انا موجوده، وبعمل اوبتيمم لليوتيليزيشن للريسورسز الموجوده. ده هيكون دوره ايه في الانترنال كنترول. انا اي نظام صحي انا عايز اعمل حاجتين، اعمل سيف جارد اوف اسيتس واعمل سيف جارد اوف هيلث. يعني انا لو مستشفى وبقدم خدمات والخدمات دي على اعلى مستوى، بس انا بهدر في الريسورسز، يبقى انا عملت سيف جارد اوف هيلث بس انا ما عملتش سيف جارد اوف اسيتس. وفي المقابل لو انا مستشفى حكومي وانا خايف على المعدات بتاعتي وحاططها في المخازن عشان خايف ان انا اقدم الخدمه لحسن دي هتستهلك، او هيبقى مسؤوليه حد او امين المخزن خايف عليها او هيحصل لها اهلاك وانا كده شايلها، فانا بعمل سيف جارد للاسيتس بس ما بحققش السيف جاردنج للهيلث وما بقدمش الخدمه بتاعتي. فانا هنا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل اوبتيمم يوتيلايزيشن للريسورسز، عايز اعمل اوبتيمم اوتبوتس اخرج باكبر قدر من النتائج، وعايز اعمل اوبتيمم امباكت على المجتمع، مش بس ان انا اعد كيسز ولكن ان يكون حصل ويل بينج في المجتمع، يكون في تاثير بالفعل لليوتيليزيشن اللي انا عملتها للريسورسز بتاعتي والاوتبوتس اللي طلعت فعلا استفدت بيها، مش انا بعد حالات وكيسز وخلاص. لو انا عندي عمل انفستمنت خاص فانا بيهمني نت بروفيت من كل القصه دي كلها. لو انا عملت اوبتيمم يوتيليزيشن وبقى عندي اوبتيمم اوتبوتس واوبتيمم امباكت، فانا ببني البراند بتاعي، انا بعمل نت بروفيت. طب لو انا مستشفى حكومي او جهه حكوميه، يبقى انا بعمل سوشيال اند هيلث امباكت على السوسايتي بتاعي، وده الهدف اللي احنا بنشتغل عليه. طيب لو احنا خدنا فوق الثري بيلرز دول كده ذا بيلرز اوف هيلث كير سيستم، انا عندي كير ديليفري، والكير ديليفري ده انا في استثمارات او في ريسورسز بتتصرف عليه، فانا عندي فاينانس وفي ريجوليشنز بتحكم الكونتكست اللي بيشتغل فيه الهيلث كير. ده ايه علاقته بالانترنال كنترول؟ الانترنال كنترول بيوفر لي حاجه، ثلاث حاجات في منتهى الروعه. اول حاجه الانترنال كنترول بيوفر لي الريبورتنج، وبتاكد ان الفاينانشال ريبورتنج بتاعتي كلها ممكن اعتمد عليها، وده اول حاجه انا بطلع بيها كفايده من الانترنال كنترول، ان انا اتاكد ان المعلومات الماليه عن المؤسسه او الشغل او الاستثمار بتاعي، المعلومات الماليه دي معلومات ماليه صحيحه، والقوانين بتتطلب انك انت لما تدي معلومات ماليه يكون معاها متممات، من ضمن هذه المتممات انك انت تثبت ان السيستم ده الانترنال كنترول سيستم عندك هو ان بليس، وان هو كمان امبلمنتد وافيشنت، شغال باعلى جوده ويبقى اقل تكلفه. فانا هنا بتاكد من الريبورتنج انترنال كنترول في الفاينانس بارت اوف هيلث كير سيستم. الحاجه الثانيه ريجوليشنز. الهدف الثاني من الانترنال كنترول الكومبلاينس ويز ريجوليشنز. انا بقدم في خدمه في خل من خلال كونتكست، الكونتكست ده بتحكمه معايير، بتحكمه قوانين، بتحكمه تراخيص، بتحكمه لوائح وحاجات زي قوانين. يعني الانترنال كنترول بيضمن لي ان انا ابقى comply with all these regulations. ثالث حاجه في الانترنال كنترول في الكير ديليفري، انا هنا بضمن ان الاوبريشنز بتاعتي تكون فعاله. فثلاث اهداف اساسيه للانترنال كنترول في الجفرنس. اول حاجه ان الانترنال كنترول بيضمن لي ان انا عندي ريلايبل ريبورتنج سيستم، ان البيانات الماليه بتاعتي صحيحه، بيضمن لي ان انا comply مع الريجوليشنز ومع الجهات زي جهار والجهات المسؤوله، بيضمن لي ان انا الاوبريشنز بتاعتي اوبريشنز فعاله. يعني ايه؟ هنشوف كل واحده منهم معناها ايه. سيمون سينكي بيقول ايه؟ لو احنا مش قادرين نفهم الناس فاحنا مش هنقدر نفهم البيزنس. طيب احنا علشان نفهم الاستثمار في الصحه، انا عندي 100% من المرضى بتوعي هم البيشنت ار بيبل، الكاستمرز بتوعنا هم افراد، الامبلويز بيبل، الانفسترز بيبل، ستيك هولدرز بيبل. فلو انا مش قادر افهم الناس بتفكر ازاي في الهيلث كير، يبقى انا مش عارف استثمر في الهيلث كير. الناس دول اللي هم مين؟ اللي هم المرضى، العملاء ذويهم، الشركات، الموظفين بتوعي، المستثمرين، كل اصحاب المصلحه. لما هم كبيبل بقى، ايه المشكله في ان هم يكونوا بيبل؟ مش هم مش الات، يعني فين الخطوره في كده؟ الخطوره في ان وي ار اول كريمنال انسيتس بات
موست اوف اس احنا اغلبنا ممكن لو شلنا الكنترولز اللي علينا نتواجه قدامنا بحاجه من الجرائم لا يمكن حصرها. الكنترولز دي ممكن تبقى المورالز بتاعتنا، ممكن تبقى البيليفز بتاعتنا ريليجن، ممكن تبقى اللوز اللي بتحكم. وحضراتكم عارفين لما بتقطع الكهرباء، يعني وقطعت قبل كده في اماكن معينه من العالم، كان رد فعل الناس ازاي لما لقوا ان مفيش كنترول. وفي برامج كتيره جدا بتقيس الحكايه دي وبتشوف. بما ان احنا نتعامل في كونتكست كله بني البشر، والبشر دول كده، طيب نبص كده. ده النولج دبلنج كيرف بيقول ان العلوم الانسانيه في تزايد مستمر. كانت في الاول يمكن كل قرن، وصلنا لدلوقتي ان العلوم دي ممكن تتغير كل 12 ساعه. يعني احنا في تطور مش طبيعي. ده ايه علاقته بالانترنال كنترول؟ بص حضراتكم كده، ده الفرود ديتكشن سايز وورلد وايد. لو بصيتوا كده هتبص تلاقي انه في علاقه كبيره جدا بينه وبين التطور بتاع الدبلنج النولج دبلنج كيرف. بصوا كده هتبص تلاقي ان احنا كنا بادئين في 2016 ب 14 بليون، وصلنا ل 63 ونص، ولا زال الايه المسلسل مستمر. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اعمل اي سيستم للانترنال كنترول والحوكمه علشان اقلل الفروض اللي بيحصل، لازم اكون انا عارف بالظبط انا بعمل ده ليه. يعني مش بس ان انا عندي داتا وانفورميشن ده بيتعمل ازاي، او هو مين اللي بيعمله وبيتعمل امتى، لا انا بعمله اساسا ليه، لان انا ده اصبح حاجه ملحه عندي، اصبح يعني ماست، بقت حاجه ضروريه جدا علشان اوقف الفرود. دايما باستمرار الجريمه والمخالفه بتبقى سابقه بخطوه اي قانون بيتحط ليها. يعني القوانين بتيجي بعد ما بتكون المشاكل حصلت. فلو احنا الدبلنج كيرف دوت كل 12 ساعه متوقع ان معلومات الناس بتزيد، فتاكد محمد ان انا اسف على المقطع حضرتك، انا مش بحب اقطع حد، بس السلايد الصفحه دي مهمه جدا استاذ حضرتك، ممكن نرجع لها تاني؟ اه لا هي دي بتاعت الداتا. تفضل. نرجو حضرتك مشكورا نشرحها لكل الاودينس، لان هي دي نقطه في منتهى الاهميه، لان احنا بنلاحظ يعني عدد كبير من الهوسبيتال ليدرز بيطلبوا داتا كتير من كل الاقسام، وفي الاخر الداتا دي بتتحط في الدرج. اوكي، تمام ودي مشكله للاسف يعني في البابليك سيكتور وفي البرايفت سيكتور كمان. تمام فاحنا يعني عايزين نوجه رساله لكل الليدرز انك انت الداتا اللي تطلبها لابد must be utilized for more performance. يعني الهدف تمام منها ايه؟ monitoring and evaluation and decision making. بالظبط. هو ده جاي بالتفصيل يعني شويه قدام، بس انا حبيت ان انا بس اربط بين خطوره الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها والتطور السريع في المعلومات، وان ده ليه علاقه كبيره جدا بان انا محتاج ان انا اطور انترنال كنترولز بتاعتي وتبقى فيري دايناميك باستمرار. يعني مش انا بحط نظام كده وبسيبه، لا ده نظام حيوي بيتطور باستمرار، وابقى عارف بالظبط ايه اللي انا عايزه منه. يعني انا بعمل ده كله ليه؟ زي ما حضرتك بتقول كده دكتور عربي، انا في الاخر لما باخد كل المعلومات بعمل بيها ايه؟ بتفيدني في ايه؟ انا رايح بيها فين؟ من الاساس انا وانا بجمعها المفروض اكون عارف انا بجمعها هعمل بيها ايه؟ عشان ما تبقاش فيها ريدندنسي. شكرا دكتور محمد. اتفضل يا فندم. طيب. فعلا دلوقتي احنا في عالم خطير جدا، ما عادش بقى السؤال ان في ظل العالم اللي هو الصعب قوي والتداخلات الغريبه والسرعه المتلاحقه في الاحداث وفي العلوم، ما بقاش السؤال ان ممكن تحصل عندي مشكله في الانترنال كنترول ولا لا، بقى السؤال هي هتحصل امتى؟ الصورة دي تعالوا نبص معبرة جدا كده. يا دكتور محمد، نعم؟ صورة معبرة جدا. يعني دكتور بقت خالد كده أنا يعني. شايفه مبتسم، دكتور خالد سامي شايفه مبتسم، لأن الصورة تعبر. هو الراجل عامل كنترول دكتور بطلت خالد، هو الكتب عامل الصورة دي يا دكتور محمد. هو عامل انا اصلا انا ادبي يا دكتور خالد، انا مش ما كانش دراسة علم، انا كان كنت اداب انجليش، فتلاقيني ميال للحاجات الادبية كده والصور وبتاع. هو الراجل عامل كنترول يعني كتر خيره على قده، فلكن هو يعني في ريسك جامد جدا. فالمشكله دلوقتي هو بص هيقع امتى ويجي لنا المستشفى امتى ونبدا لا في مش ايه. هيوصل المستشفى اصلا. ربنا ينجيه. فهنبص بسرعه كده، انا عايز حضرتك تبص معايا. الارتفيشال انتليجنس في
الماركت بتاعه كده في الفتره الجايه، بيقولوا ايه هي الابلكيشنز اللي ممكن تبقى في الاي اي وتكون مهمه جدا في الهيلث كير، وهيبقى حجمها قد ايه. بصوا كده حضراتكم معايا للرقم ده، وبصوا هو متقدم فين. بصوا كده في الفرود ديتكشن، يعني احنا عندنا نيد تو ادريس increasingly complex services and payment fraud attempts. احنا كل ما كان في فصل بين تقديم الخدمة وبين الجهة اللي بتراقب عليها وبين الجهة اللي بتحاسب على الخدمة، احنا بنحاول ان احنا نقلل من الفروض. ولكن في نفس الوقت مع التطور الكبير قوي والكومبلكس بتاعة الكونتكست اللي احنا شغالين فيه، فمتوقع ان يبقى من اكتر التطبيقات اهميه، التطبيقات اللي هي الارتفيشال انتليجنس في مجال الهيلث كير، في الانترنال كنترول والفرود ديتكشن. بصوا ده جاي حضراتكم، جاي يعني ده جاي ايه قبل، يعني جاي قبل الميديكيشن، وجاي قبل الكونكت والكونكتنج ماشينز، يعني حاجه بدري خالص عشان بس نعرف اهميه موضوع الفلوس وموضوع الانترنال كنترول والانفستمنت governance في الهيلث كير. طيب نبص كده على الجلوبال هيلث كير فرود اناليسيس ماركت، هنبص نلاقي حاجه يعني حاجه معبره قوي قوي قوي. بص حضراتكم كده الشريحه الاكبر فيهم واقعه فين؟ الفرود اكتر حاجه فين؟ في البابليك اند جفرمنت ايجنسيز اكتر حاجه، تمام؟ وبعد كده البرايفت انشورنس بيرز برضو، ودي برضو بتبقى حد يعني في عندي ايجنت بيتولى الموضوع. وبعد كده بقى الايه الامبلويرز والثيرد بارت سيرفيسز. طيب عشان نفهم النتيجه ديت ليه في الاماكن الحكوميه وفي الاستثمارات الحكوميه، ولو احب ان انا كنت افكر حضراتكم بس الدكتور عربي كان ليه تعليق على الموضوع ده، لما سياده الرئيس قال ان احنا عندنا استعداد ان احنا نبني مش 10 مستشفيات ولا 20 ولا 30، احنا ممكن نعمل 100 مستشفى ونسلمهم للجمعيات تديرهم، وان الجمعيات بتدير احسن من وزاره الصحه. يعني احنا عندنا ازمه في الاداره او ازمه في الجفرنس في الهيلث كير. وقال ساعتها ان حتى الميزانيه المخصصه للتشغيل الدوله على استعداد انها تدفعها، وكان قال ان هي لو 10 مليار والمستشفى هتتكلف 20، الدوله هتساهم ب 10 والمستثمر يساهم ب 10. يعني هو فخامه الرئيس كان بيتكلم في ده ليه؟ عشان النسبه العاليه قوي قوي دي من الفروض الموجوده في الاماكن الحكوميه. عشان نفهم النسبه دي بتيجي منين، عايزين يبقى نتكلم عن علاقه البرنسبل ايجنت ريليشن شيب. الموضوع بسيط قوي وانا متعلمه من استاذنا الدكتور خالد سمير، الموضوع بسيط وشيك خالص. انا عندي اربع حالات بتولى فيهم الصرف. الاربع حالات دول كل حاله منهم ليها كنترول وليها جوفرنانس وليها امباكت عالي جدا. اول حاجه لو انا هصرف على نفسي، يعني انا اللي معايا الفلوس اهوت، تمام، وانا اللي هتولى الصرف على نفسي. فتخيل حضرتك ان انت عايز تجيب لنفسك حاجه، فانت اللي دافع الفلوس، يبقى انت عايز تجيب يعني تعمل احسن سعر وتجيب لنفسك افضل شيء، يبقى انت عايز تعمل احسن سعر وتطلع باحسن شيء تجيبه، لانك انت بتصرف على نفسك. انا اللي بتولى الصرف على خدمه انا بتلقاها بنفسي من جيبي. الحاله الثانيه لو ان انا حد هو اللي بيصرف عليا، فانا في الحاله دي انا ما يهمنيش هو هيدفع كام، انا ما يهمنيش هو هيدفع كام، ولكن يهمني ان انا هستفيد ايه. فلو حضرتك بتقول لي ان انت عايز تجيب لي هديه مثلا على سبيل المثال او تقدم لي خدمه، انا ما يهمنيش حضرتك هتدفع كام خالص، انا كل اللي يهمني انك تجيب لي اعلى حاجه. انا نفسي حد يجيب لي عربيه، لو حضرتك هتخيرني انا نفسي حد يجيب لي عربيه. طيب الحاله الثالثه لو انا بقى اللي هجيب لحد، الاولى انا هجيب لنفسي، الثانيه حد هيجيب لي، الثالثه انا اللي هجيب لحد. في الحاله دي انا كل اللي يهمني ايه، ان انا هدفع كام، ما يهمنيش هجيب له ايه. يعني انا هنا اللي يهمني ان انا الكوست يبقى ايه، امينيمايز الكوست. طب والبينيفيت مش مهم قوي، يعني انا لو انا هجيب لحد مثلا نفترض انا هجيب هديه لحد في عيد ميلاده، انا هفكر ان انا اول شيء هيخطر في بالك انت هتخصص له كام. انا عايز اجيب له حاجه في حدود 500 جنيه، في حدود 1000، في حدود 10000، ده اللي انت بتفكر فيه. ثم بعد كده تجيب له الحاجه دي، تطلع ايه مش مهم قوي، تطلع ولاعه، تطلع كرافطه، تطلع نظاره، تطلع ساعه، ده مش مهم. لكن بالنسبه لك اهم حاجه الايه، الفلوس. هنا بالنسبه لك الفلوس والشيء اللي انت هتشتريه، هنا بالنسبه لك الشيء اللي انت هتشتريه، لان مش انت اللي بتدفع الفلوس. طيب رابع حاله بقى، لا ده فلوس غيري وهصرفها على غيري. انا في الحاله دي مش هيفرق معايا الفلوس ولا هيفرق معايا
الاوتبوتس او البينفيتس بتاعت الفلوس. بصوا حضراتكم كده، احنا هنا بنحاول نفهم ليه في كوربشن، ليه في فرود في الجفرنمنتال سيكتور. بصوا كده هنبص نلاقي ايه، هنبص نلاقي إيه؟ ان في الحاله الاولى انا في البينفيت يوتيليزيشن انا عايز اعلى بينفيت من الفلوس، والكوست اللي هي الكوست اللي هيجي انا عايز اعلى حاجه، فانا هنا الكوست بينفيت ريليشن شيب از هاي. لو انا فلوسي وبصرفها يبقى انا بعمل اعلى حاجه. طيب لو غيري بيصرف فلوسه عليا هيبقى انا ما يهمني جدا الكوست تبقى، لو انا هصرف، لا اسف، لو غيري وهيصرف فلوس يهمني جدا انا استفيد اكبر استفاده وما يهمنيش هو هيدفع كام. فهنا ده ميديم. والحاله الثالثه برضو ميديم، اقل حاله ايه؟ لو فلوس مش بتاعتي وهصرفها على حد غيري، وده الوضع الجفرنمنتال بالظبط. ان هم احنا ايجنت لبرنسبلز اللي هم الشعب، اللي احنا المفروض ان احنا نعمل له احسن حاجه، ما يبقاش الوضع بالشكل دوت. وهو ده كان الكلام اللي كان سياده الرئيس بيه. دكتور محمد، استاذن حضرتك برضه في نفس السلايد، عايزين نطبق الكلام على البرايفت سيكتور في الهيلث كير اندستري. اه طبعا في لو حبينا نفصل بين التمويل والاداره. تمام. انا لو انا هنا في البرايفت، لو انا هنا في البرايفت سيكتور، انا هنا بالنسبه لي اللي يهمني ان انا اعمل ماكسيمم من البروفيت. يعني انا بالنسبه لي اليوتيليزيشن هي اهم حاجه عندي، كاني انا بالظبط كده في، يعني مثلا انا ايه، كاني انا الـ كل الـ يعني انا عايز باكبر قدر من البروفيت باقل كوست انا بدفعه. فهنا كاني انا بالظبط انا اللي بصرف على حد، تمام، وانا هبقى ايه في الحاله هنا، يعني انا هبقى هنا الا اذا كانت الفلوس دي بتاعتي، الا اذا كنت انا المستثمر. يعني انا بتكلم هنا على لو انا مدير، لكن لو انا المستثمر وصاحب الاسهم انا افكر بالشكل ده، هتبقى كل حاجه عندي هاي، لان انا اللي بدفع من جيبي التكلفه، وانا اللي عارف بعد كده ان انا بعمل اليوتيليزيشن ده ليه علشان اطلع باعلى نت بروفيت. فمعنى كده ايه؟ ان مهما كانت الريسورسز موجوده وكتيره، لو انت ما انتش عارف تستخدمها كويس يبقى ملهاش اي لازمه. والازمه هي ازمه اداره وجفرنانس اكتر منها ازمه موارد. والدليل على كده ان احنا اتقال اهوت ان احنا ممكن نعمل 100 مستشفى ونسلمها لحد يديرها ونديله كمان ميزانيه لتشغيل المستشفيات. دكتور محمد، you have just 4 minutes please. تمام. طيب احنا كان في الاول ده الانترنال جزء من كنترول الحوكمة على فيه، فكرة، نعم ده جزء من الحوكمة، ولا يا دكتور خالد؟ أكيد طبعا. ده انترنال كنترول بقى يا دكتور محمد، ما تزعلش بقى. لا مش يا عاوزين فندم خالص، لا يا فندم، مش لا يا عاوزين فندم، نضيع له احنا وقت. اوكي لا 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 احنا عندنا فريم ورك، كوسو فريم ورك، ده فريم ورك يعني انترناشونالي اكسبتابل جدا في الانترنال كنترول. ده بيتكلم على ان انا عندي 5 انتجريتد كومبوننتس اللي هم الكنترول انفايرمنت والريسك اسيسمنت والكنترول اكتيفيتيز والانفورميشن وكوميونيكيشن والمونيتورنج اكتيفيتيز. دول ثرو along 3 main objectives of internal control اللي هي الاوبريشنز والريبورتنج والكومبلاينس في كل مستوى من مستويات اي اورجانيزيشن. هنجري بسرعه كده بس عشان خاطر الدكتور عربي. لا، عشان خاطر الحوكمة. تمام يا فندم. طيب الانترنال كنترول تعريفه ايه؟ ناخد كده من الاول، دي اخر حاجه. هو بروسيس افكتد باي اول اورجانيزيشن governing bodies management and other personnel designed to prevent to provide reasonable assurance للايه regarding achievements والobjectives relating to operations reporting and compliance. ده معناه ان هي about operations وreporting والcompliance. internal control is therefore affected by all people able to provide reasonable assurance, مش absolute assurance, extended to operational activities. وهي dynamics ومتغيرة زي ما احنا شفنا، وأهميتها ازاي مع الـ learning curve. انا يعني احاول ان انا يعني اجري بسرعة يا دكتور عربي. حاضر، فاضل قد ايه كده؟ اوكي، لا تيك يور تايم. اوكي دكتور محمد، تفضل. طيب انا هنا يعني عايز بس نوصل بس للليميتيشنز.
بتاعت الانترنال كنترول. طبعا عايزين نطمن بس كل الساده الفاضل للاودينس، كل البرزنتيشن هتبقى متاحه باذن الله، يعني ما فيش مشكله، يعني هتبقى بتيجي لحضراتكم على اليمين ان شاء الله. تمام. من الكنترول اكتيفيتيز السيجريجيشن اوف دياتيز. حضراتكم فاكرين طبعا الصوره دي لما كان الراجل قاعد كده وبيقول له ايه اكتب عندك، وقال له انتوا ازاي يعني الدنيا ما فيهاش حوكمه خالص ولا انترنال كنترول، وكاتبين بشكل فج كده مش عارف خروف ب 18 جنيه، ازاي وصلحت اوضه مش عارف ب 90 جنيه ازاي. فبدا يقول له بقى ايه، احنا نعمل ثقب اول كذا وثقب تاني كذا ونجيب جردل والخروف والحبل والقصه اللي كلنا عارفينها. فهنا نفس الشخص هو بيعمل كوكينج بوكس، يعني هو بيضرب الملفات الموجوده وبيعمل كوكينج بوكس. لو انا عندي سيجريجيشن، طب فين الحبل اللي جه ده؟ مين طلبه؟ يعني مين اللي كان طالبه؟ فين ان هو مش موجود؟ وايه الحاجه ليه؟ وبعدين الحبل ده لما جه مين شافه؟ وهو دخل مخازن واتعمل له فحص ولا لا؟ يعني الدبل تشيك فين هنا علشان واحد بس يبقى عنده حاجه واحده ويبدا يتصرف فيها. طبعا الدوكيومنتيشن يعني ده كلام اساسي. الاوثرايزيشن، انا لما بيكون عندي جهه معينه او انا هاخد اجراء لازم يتوافق عليه من اكتر من حد، يعني يبقى عندي اكتر من حد ومش اي حد يبقى له صلاحيه. يعني احنا عندنا مثلا في الحكومه صلاحيه الشراء لكل مستوى وظيفي غير المستوى الوظيفي الاعلى منه، ده نوع من السيجريجيشن اوف ديوتس. السكيورتي اوف اسيتس، مش كل حد يبقى عنده اكسس للاسيتس سواء كانت الاسيتس دي تانجبل او انفورميشن سيستم او بيبول او اي حاجه. المراجعه المستمره لكل حاجه، طبعا ان انا اوصل المعلومه المناسبه لكل مستوى ولكل حد موجود في الوقت المناسب واللي تخص الشغل بتاعه. عايزين بس يعني، وطبعا كل ده وزن مونيتورنج لكل السيستم عشان اتاكد ان هو شغال باستمرار. انا بس حاجه يعني اختم بيها، ان كل المانج الانترنال كنترول مهما كان قوي ومهما كان عظيم ومهما كان كويس، في نقطه خطيره جدا 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 لازم تكون موجوده، وهي الليميتيشن بتاعت الانترنال كنترول. انا في الانترنال كنترول عندي ليميتيشن خطير قوي، وده اللي انا حابب ان انا اختم بيه، اللي هو الايه الرونج دوينج في التوب مانجمنت. اي سيستم للانترنال كنترول والجفرنس دكتور خالد، اهم حاجه فيه من وجهه نظري التون ات ذا توب. لو انا ما عنديش التون ات ذا توب وان انا رول موديل، يبقى كل اللي احنا بنقوله ده هيبقى صعب جدا، وهوجد بيئه يعني صعبه قوي قوي. فانا يعني اهو حضراتكم فاكرين اول حكايه دي لما الراجل قال له الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ومحدش هيحاسبنا. لو التوب مانجمنت مش هي رول موديل، يبقى كده الكلام كله هيبقى صعب جدا جدا جدا، وهتبقى الانفايرومنت دي مسممه والريسك هيبقى عالي، واي اكتيفيتيز هتتحط للانترنال كنترول هيتم اختراقها. زي ما حضرتك يا دكتور عربي بتقول الناس بتلم الداتا وبعد كده ما بتعملش بيها حاجه، كذلك تقارير الانترنال كنترول لو هي بتوصل للاداره وبيبقى فيها ديفيسنسز ومحدش بيعمل فيها حاجه، ده هيدي انطباع للناس وهتبقى الدنيا يعني زي ما هي بتبقى موجوده. بس انا بشكر حضراتكم جدا وارجو ان ما اكونش طولت عليكم. لا شكرا جميل يا فندم. جميل شكرا جدا. دكتور محمد، طبعا محاضرة قيمة بكل تأكيد ومعلومات دسمة ورائعة. كلام محترم دكتور محمد. الله يخليك يا دكتور. حضرتك دكتور خالد سمير تأخرنا لحضرتك. لا طبعا تمام يا دكتور، الأستاذ دكتور خالد سمير غني عن تعريف، أستاذنا كلنا قيمة الله وقامة. يخليك، ده من شرفني ذوقك. وجود حضرتك دكتور خالد. تفضل يا فندم، طيب بالنار مع تكون حضرتك. أولا أنا سعيد جدا بوجودي معاكم، ومبروك للشركة الجديدة، وهي شركة يعني شقيقة لشركة أوبريتور، وإن شاء الله يعني يبقى ليكوا دور كبير قوي في الشركة بإذن الله. أنا هتكلم عن أمور محددة كده بس فيها تطبيقات مباشرة مش نظري. هنتكلم الأول عن تعريف عن الحوكمة بطريقة بسيطة وسهلة، ونتكلم على segregation of duties. ناخد الكلام من الدكتور محمد ونظبط الموضوع. تشابه فصل السلطات مع الديمقراطية democracy، في حاجات متشابهة قوي عشان نسهل للناس فهم الحوكمة وتطبيقاتها. هنتكلم على 5 أمثلة سهلة جدا: الكولكشن، قسم التحصيل، ودور المراجع الداخلي،
والتمريض وعلاقتهم بالإدارة الطبية، والأطباء وشركات الأدوية، ومعضلة الطبيب المستثمر المدير. هما دول الحاجات اللي هنتكلم عليها. دكتور عربي، أنا قصادي قد إيه؟ 30 دقيقة دكتور خالد. ده كتير قوي، 30 دقيقة. طيب خلاص، أوكي. لا إن شاء الله أقل من كده، بس إن شاء الله يعني إيه، عشان نسيب وقت للناس يسألوا يبقوا فيها انتر أكشن أكتر. طيب، تعريف الحوكمة، أنا بحب قوي تعريف بسيط. دكتور، ممكن نشيل البرزنتيشن بتاعت الدكتور السابق يعني. اوكي ماشي، عشان بس كده حاسس ان انا هقرا منها ما غشش منه يعني. طيب، فنقول ايه يعني ايه الحوكمه؟ تخيلوا معايا كده ان احنا باصين على جدول ماتريكس، في فيرتيكال لاين وفي هوريزونتال لاين وفي بوينت اوف انترسكشن. الهوريزونتال الفيرتيكال لاين تمثل الفانكشن او تمثل الادارات الرئيسيه، وتمثل الهيراركي، انا اسف، تمثل الفانكشنز والهيراركي نفسه. الهوريزونتال لاين تمثل الادارات والبيزنس يونتس، والانترسكشن بوينت هي الوظيفه نفسها. فتخيلوا معايا بقى ان في وظيفه ما هي انترسكتد بوينت ما بين الفيرتيكال والهوريزونتال لاين، فالشخص ده قاعد فوقيه ناس وتحتيه ناس وجنبه يمينه وشماله. فكل الامر ان احنا عاوزين نقول له الحوكمه هي الاعمال او السيستمز والتنظيمات التي تؤدي الى ضبط العلاقه بينك وبين اللي فوقيك واللي تحتيك واللي جنبك يمينك وشمالك. وبالتالي الحوكمه ببساطه هي منظومه متكامله تضبط ضبط العلاقه المؤسسيه في البيزنس، وفي سواء كان بيزنس ولا ان جي او ولا حتى ايفن في الاسره نفسها. فببساطه كده، عشان من غير ما نعقد، لو احنا بس ما ننساش الجدول ونقول الماتريكس ده هو عباره عن مجموعه خطوط تتلاقى مع بعض وتظبط بقى الايه الهيراركي والعلاقات بيننا وبين بعض. طيب تعالوا نشوف مثلا انه احد الاهم الحاجات في موضوع الانترسكشن بوينت دي، ان انا اقدر احدد في الانترسكشن بوينت الاثوريتي والريسبونسابيلتي بتاعت كل واحد. ولو انا حددت عند الشخص ده الاثوريتي والريسبونسابيلتي، اقدر امنع 3 حاجات: الفراد والميستيكس او الايرور، وكمان اقدر اعمل احل مشكله الكونفليكت اوف انترست. فاذا وانا واقف في النقطه دي، انا دايما عندي 3 مشاكل اساسيه وانا شغال. مشكلتي في الديتكشن اوف ايرور ومنع الايرور، يعني احنا دايما عاوزين تو بريفنت، مش بعد ما يحصل المصيبه نحلها، زائد الكونفليكت اوف انترست، زائد الاكاونتابيلتي والترانسبيرنسي والكلام ده كله هنيجي بعد كده. طيب، هذه المنظومه في الحوكمه بتساعد في خلق الديسيجن بروسيس. وانا النهارده عشان اقدر اخد ديسيجن مظبوط، زي ما اتقال في المحاضرة، انه في نوليدج وبعدين توصل في الاخر للويزدم، بس انت عاوز تيم وورك يخلق لك الانفورميشن ويعمل لك اناليسز، بس تنتهي في الاخر الى ديسيجن بروسيس مظبوطه. والديسيجن ده لازم الانيشيشن يبقى بطريقه مظبوطه، والكنترول بتاعه كمان مظبوط، والاوتكم يبقى مبني على الاوبجكتيف. ما انا مش معقوله هاخد ديسيجن بروسيس من غير ما ابقى شايف البوصله بتاعتي رايح فين. كويس. من ضمن الحاجات الاساسيه في الحوكمه هي، انا مش عاوز اكررها، بس يعني الاكونتابيلتي والترانسبيرنسي. بس في نقطه جوهريه جدا، هو انا النهارده ابص تاني في الجدول والاقي فيرتيكال لاين وهوريزونتال لاين، وكل واحد انترسكشن بوينت، كل واحد من دول في كل نقطه عنده ريسك. التايب اوف ريسك لازم احلله بدقه متناهيه. كل شخص فيها المؤسسه كيبل ان هو يريز سيرتن ريسك، والريسك ده يبقى شود بي ميتيجيتد وكنترولد من خلال البورد اوف دايركتورز. طيب خلينا نقول يعني الجزء الاساسي في الموضوع هو انه عارفين دايما لما الواحد بيقول كده، اي شركه هي عباره عن مجموعه من التروس الضخمه، لو بتشتغل بقوه وسلاسه هتتحرك لقدام وتجري. بس ايه اللي بيخليها تتحرك؟ هو الزيت والشحوم اللي موجوده جوه. اللي موجود جوه ده الزيت والشحوم، هي دي كالتشر. الكالتشر
is created the very crucial point. والكالتشر دي created من خلال هذا النوع من البروبر حوكمة. الحوكمة هتخلق كالتشر اوف ترانسبيرنسي، هتخلق كالتشر اوف ان مفيش حد يقدر يكونترول سايكل من اولها لاخرها. طيب تعالى بقى ندخل في تفاصيل شويه اكتر ناحيه فصل بين السلطات، سيجريجيشن اوف ديوتيز. عشان تقوم بالوظيفه دي ودي شغلانه، او تقوم بالفانكشن دي ودي شغلانه في منتهى الخطوره ومنتهى الصعوبه، موضوع في منتهى الصعوبه مش حاجه سهله، لانه عشان تقدر تنفذ السيجريجيشن اوف ديوتيز في كل حاجه بتعملها محتاج ان انت ترسم الباث بتفاصيله وبدقه متناهيه. لازم تعرف القصه بتبتدي من فين وبتخلص فين، وتبتدي تحدد فين بالظبط هعمل السجريجيشن. وهنشوف كمثال لما نيجي نضرب مثال على موضوع الكولكشن، قسم التحصيل والنيرسينج ودكتور التخدير، يعني هنضرب امثله طبيعيه مهمه. بس زي ما قلنا السجريجيشن اوف ديوتيز بيمنع ثلاث حاجات اساسيه، بيمنع الايرورز او بيقللها، مفيش حد بيمنع 100%، زي كمان بيمنع الفراد، والحاجه الاساسيه بيحد بيصلح وبيخليني اعرف اخلي الناس تبقى اكاونتبل. يعني اقول للشخص ده في وظيفتك وانت بتبني الجوب ديسكريبشن بتاعه، هي الجوب ديسكريبشن هيجي منين؟ هيجي لو انا قدرت اعمل اناليسز مظبوط للباث بتاع اي خدمه من اولها لاخرها، ساعتها هشوف الموظف فين الانترسكشن بوينت بتاعته، واقول له انت اكاونتبل على كذا والريسبونسبل على كذا، وهو اكاونتبل على الحاجه الفلانيه، وانت محتاج تبقى تتعلم بالشكل الفلاني، والريسورسز ايه اللي تاخدها وكذا. كويس، السيجريجيشن اوف ديوتيز لما بنفصل بقى ما بين السلطات بوضوح هنقدر نخلق حاجه اسمها الضوابط والتوازنات، checks and balances. هنقدر نظبط ما بين الطرفين المعادله، احنا فصلنا خلاص ما بين قسمين، هنظبط ما بين الاثنين. احنا عاوزين دايما التشالنج هنا في حاجه اساسيه، عاوز اجري اشتغل بسرعه وادي اداء مميز جدا بس معايا كنترول. يعني لو الكنترول ادى الى ان انت تبقى ستاجننت وما تتحركش يبقى انت فشلت، لكن انت عاوز دايما التشيك اند بالانسز دي تخليك تجري بسرعه بس في نفس الوقت اندر كنترول. طيب ناخد بقى امثله على هو ليه دايما لما نيجي نشرح السيجريجيشن اوف ديوتيز نقول ايه اسهل حاجه نمثلها بالديموكراسي، ايه التشابه ما بين الديموكراسي. نلاقي مثلا الديمقراطيه دايما بيقولوا ايه، انه ندي السلطه لرئيس الدوله ما عدا حته دي نديها لمجلس الشعب ومجلس الشورى وبعض السلطات في مجلس الوزراء وخلافه. فاذا السلطه المطلقه زي ما بيقولوا مفسده مطلقه، بس احنا دايما بناخد حته منها، ما نخليش السايكل في ايد حد من اولها لاخرها كل حته في العالم. الفصل بين السلطات زي السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه والتنفيذيه، السلطات الاربعه دول لازم ينفصلوا منهم من بعض بحيث ان كل واحده تراقب على التاني، وبالتالي يسمح لنا برضو بان احنا نتحرك صح وفي ان ذا بروبر دايركشن بس اندر كنترول. نفس الحكايه، ففي تشابه قوي ما بين مثلا لما بنقول السيجريجيشن اوف ديوتيز، انا بيبقى عندي سلطات اعملها فما عنديش مشكله ان انا يبقى عندي full disclosures وترانسبيرنسي في الحاجات اللي وصلت لي. يعني مثلا تخيلوا معايا ان انا بستلم مثلا الفواتير، انا اللي بستلم الفواتير، فما عنديش مشكله ان انا اقول الفواتير وصلت لي دي فيها اخطاء كذا وكذا وكذا، فبتخلق culture of transparency لان انت مش accountable عن تحضيرها لكن انت اللي بتستلمها، وبالتالي الطرف الثاني هيبقى حريص على انه الحاجه اللي يسلمها تبقى مظبوطه، وبالتالي فكره الترانسبيرنسي اللي نشأة عن وجود السيجريجيشن اوف ديوتيز دي فاندمنتال ايشو مهمه يعني. دكتور خالد، استاذنا فاضل، طيب اسف على المقطع، بس حضرتك يعني بخبرتك الواسعه في مجال القياده بشكل عام، حضرتك ازاي ننظم العلاقه بين الشيررز ومجلس الامناء ومجالس الاداره واداره المستشفى، الكروسلينج بين القطاعات ايوه المختلفة زي ما حضرتك نموذج بين الجهات ايوه ازاي نظم العلاقة؟ ويمكن حضرتك مدرك تماما ان نسبة كبيرة من فشل
عدد كبير من المشاريع الخاصة سببها الكوربشن في الجزئية دي. مظبوط صح. بص يا دكتور عربي، سؤال اكثر من رائع، والحظ كويس ان انا مخليه للاخر عشان ده الفاكهه الحقيقيه. فانا هشرحه في الدايلما بتاعه المستثمر الطبيب المدير عضو مجلس الاداره لو طيب سمحت لي يعني. تفضل يا فندم تفضل. تمام. طيب فلما يجي نقول تعالوا بقى ندي امثله على الجفرنس بتفيد في ايه بسرعه كده، ان انا ببقى بكومبلاي مع رولز وريجوليشنز، لازم ابقى خالق كالتشر ان انا يا جماعه ملتزم بالقواعد والقوانين، وهنشوفها بعد كده في حاجه مهمه قوي في التطبيقات. الجفرنس بتخلق مسؤوليه لمجلس الاداره، ما يبقوش مجلس الاداره قاعدين كده احباء كاونتري كلاب بيشربوا القهوه مع بعض وما بيخالفوش بعض في اي حاجه وسايبين الشير هولدرز يضربوا يقلبوا. الريسك ميتيجيشنز والبيشنت سيفتي فاكتورز مهم جدا، والشفافيه الترانسبيرنسي، بس انا اللي بقصد ده بقى هنا الترانسبيرنسي للستيك هولدرز مش الشير هولدرز. يعني انت النهارده لما بنخلق شركه، الشركه بتبقى ليها شخصيه معنويه، الشخصيه المعنويه دي معناها ايه؟ معناها انه دي بقت ليها كينونه مستقله عن بقيه الشركاء. الكينونه المستقله دي بتكبر مع الوقت لان بيبقى جواها الموظفين وعائلاتهم، بيبقى فيها جواها السبلايرز المعتمدين على هذه الشركه، بيبقى فيها جواها الناس المستفيدين من الخدمه. فالشركه نفسها بعيد عن الشير هولدرز بتكبر، يبقى ليها كينونه، وبالتالي هذه الكينونه لازم يتم المحافظه على استثماراتها، والسستينابيلتي سيرفيسز مهمه جدا بيها، مش موضوع ليه علاقه بالاونرز. دايما الشركات المساهمه هي شركه بابليك ماني لانها دي فلوس لعدد كبير من الناس، فقوانينها وقواعدها دقيقة شوية. طيب تعالى بقى ندخل في الايه، انا مشيت طبعا في حاجات كتيرة، بس خلينا ناخد أمثلة مهمة قوي نبتدي بيها، بس على ايه السيجريجيشن اوف ديوتيز في قسم زي قسم التحصيل. هندي أمثلة بقى حقيقية. تحصيل، قسم التحصيل لما ندخل في التدقيق فيه ونقول والله هو بيبتدي من اول ما بنعمل الحساب ان العيان بيجي ياخد الخدمة، ويبتدي البروسيس لغايه ما الكليم تتجهز. الكليم اتجهزت عند حسابات المرضى مثلا، الكليم لما اتجهزت هتتسلم لشخص ياخدها ويبتدي يعمل اوديت عليها ويراجعها، وبعدين يطلع بيها لجهات التحصيل ويتابع التحصيل ويطابق معاها ويطابق الفواتير مع الخدمات المقدمة، عشان يبقى كده الفلوس اتحولت ويبقى كده تطابق ما بين ما تم طلبه وتقديمه مع ما تم ايه الطلب بيه وحصول عليه الفلوس. طيب هنفترض بقى ان الشخص اللي بيقوم بعملية تحضير الفواتير كليم مانجمنت ده هو نفسه هو مدير الفريق اللي تحتيه كله لغاية ما يحصلوا الفلوس. لو الفواتير دي اتأخرت، أو الفواتير دي طلع فيها خطأ ما، أو الفواتير دي اتنست مراجعتها، أو الفواتير دي مش مطابقة للخدمات، أو مش مطابقة للعقد الأساسي اللي موجود، كل ده محدش هيعرفه. وبالتالي لما نيجي بقى نديزاين السيجريجيشن اوف ديوتي فين؟ نيجي نقول من عند النقطة دي ستوب، ده ما يبقاش مدير للآخرين. ونخلق شخص ما مستقل بعيد عن القسم ده بالكامل، وملوش دعوة بيهم وما بيخافش منهم، ومرتبه ومكافآته وكده ليس لها علاقة بالمدير الأساسي بتاع الموديل ده نفسه. وبالتالي هنا في النقطة دي السيجريشن دي بقت لها اكستريم فاليوز. فأنت النهاردة لما ترجع تراجع مؤسسة ما وتلاقي إن الفلو فيه غلط ما، لأنه كده مش هيمشي الأمور، ساعتها بقى تقول له لا انت هنا you are not doing proper governance، لان انت ما خدتش القرار صح، قد يكون سببه ان انت مش عارف الموديل ماشي ازاي. طيب النقطة اللي بعد كده، لو احنا قلنا المراجع الداخلي الانترنال اوديت، احنا عارفين زي اي شركة مكونة من ثلاثة لايرز اساسي، الثلاثة لاير دول هم عبارة عن الشير هولدرز، ده لاير 1، وبعدين الشير هولدرز بيختاروا البورد اوف دايركتورز، والبورد اوف دايركتورز بيختاروا الاداره التنفيذيه العليا ممثله في العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي. فالثلاثه لايرز دول بينهم مسافتين. المسافه الاولى اسمه المراجع الخارجي الاكسترنال اوديت،
هو اللي بيقول للشير هولدرز ان اداء مجلس الاداره كان مطابق لتوجهاتكم والبروميسز اللي اتوعدت من خلالكم، وانه كان ادائهم خالي من اي مشاكل، وانهم التزموا بالسياسات وخلافه او العكس. التانية بقى ما بين البورد وما بين العضو المنتدب، مين اللي بيقول للبورد اوف دايركتورز ان العضو المنتدب ده التزم بالسياسات والاجراءات، وان العضو المنتدب التزم بكل ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الاوبجكتيفز الصادره من مجلس الاداره؟ الانترنال اوديت. طيب الانترنال اوديت بقى فانكشن الشخص ده، مين اللي بيعينه ومين اللي بيرفضه ومين اللي بيديله مكافأة ومين اللي بيراجع أداءه وخلافه؟ internal audit بيأودت على systems قد يساعد في خلق بعض السيستم، لكن هو بيأودت على السيستم الفاينانشال والنون فاينانشال. وبالتالي ما هو مش جاي يراقب مالي بس، هو جاي يراقب مالي وغير مالي، هو جاي يتأكد على الميديكال سيفتي بروسيجرز اللي موجودة في المؤسسة. هو لازم يتأكد إن التوظيف بيتم بالطريقة المظبوطة، لازم يتأكد. لما قلنا في مجلس الإدارة إن الديجيتال ترانسفورميشن بروسيس هو ده اللي هيتنفذ دلوقتي، هو فعلاً بيتنفذ دلوقتي. فإذا الانترنال أوديت ده ليه وظيفة كبيرة جداً. طيب الانترنال أوديت اللي بيعينه حاجة اسمها أوديت كوميتي جوه مجلس الإدارة، وبيرأسها ولازم يرأسها حد ليس له أي ضغط بالإدارة التنفيذية. يعني لو رئيس مجلس الإدارة هو غير تنفيذي، انتوا عارفين مجلس الإدارة ثلاثة، تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل، هو لازم يكون مستقل. مستقل يعني لا يملك أسهم في الشركة ولا يدير أي فانكشنز، وله ليس له أي قرار على الإدارة التنفيذية. فالأوديت كوميتي دي يرأسها واحد مستقل وليها أعضاء، يجب أن يكونوا كلهم يا إما غير تنفيذيين أو مستقلين، وهم دول اللي بيساعدوا في تعيين هذا الشخص، وهم دول اللي بيحددوا مرتبه، وهم دول اللي يقدروا يرفضوه. طيب الريبورتنج من الانترنال اوديت لمين؟ بيريبورت تو لاينز، بيريبورت للعضو المنتدب وبيريبورت كمان للاوديت كوميتي جوه مجلس الاداره. بس في ريبورتس ما يبعتهالوش، لو لقاه ان هو متهم باداء مش مناسب او وات ايفر ايه، فطبعا اكيد مش هيبعت له هو، لكن هيبعت للاوديت كوميتي. طيب تعالوا بقى نشوف دور الحوكمة في العلاقة اللي ما بين التمريض والأطباء جوه المؤسسات الصحية. تعالوا ندري مثال عشان بس لما نضرب المثال ده الناس تفهم، عشان بس بعض الناس بيتخضوا. أنا رأيي الشخصي والقراءات اللي موجودة في الـ governance in general إن الاتنين دول are parallel line مش فوق بعض. يعني ما ينفعش الدكتور يبقى رئيس للتمريض، لا، هما الاثنين بارل، الاثنين بيخدموا المريض والاثنين بيقودوا على بعض. فاديكم مثال، مثلا دكتور التخدير في اوضه العمليات و بيريكومند ان هو يدي دواء معين، والدواء ده طلب ان هو يدي الدوز الفلانيه، والدوز الفلانيه دي اثبتت ان هي توز رونج. لو هو الرئيس على التيم اللي جوه، ولو التيم اللي جوه مش عامل له مش ما عندهمش الاستقلاليه في اتخاذ القرار ولا الانتجريتي ان هم يقدروا يحافظوا على نفسهم، they will report زي ما هو عاوز. وبالتالي اصبح هنا الميديكال سيفتي از كومبرومايزد نتيجه لغياب فكر وفهم الحوكمه المظبوطه ما بين الممارسه الطبيه من خلال الاطباء والممارسه الطبيه من خلال هيئه التمريض. فالاثنين دول لازم يبقوا بارل مش فوق بعض. النقطه اللي بعد كده المهمه اللي هي ممكن تبقى برضو غريبة شوية، موضوع الإيجارات. احنا عارفين ان المؤسسات الصحية عامة مؤسسات مبنية على concept of light assets، يعني معظم المستشفيات المصرية والمراكز هي لا تملك الأصول اللي هي جواها، هي عبارة عن، بتكلم على private sector، لا تملك الأصول اللي هي جواها، هي تملك مؤجرة مدة طويلة، ليزنج، وات ايفر ايه. المهم يعني في الاخر في نسبه مش قليله من المؤسسات بتاجر. طيب ايه علاقه ده بالحوكمه؟ احنا عندنا دلوقتي مستاجر ومؤجر. المستاجر من مصلحته في غياب القوانين المظبوطه اللي موجوده في مصر ان هو يقول ايه وماله، يعني يا جماعه لما يجي الميعاد لو احنا مش لاقيين بديل
ولو المالك مش عاوز يجدد هنبلطج. يلا مش مهم، ما هو القانون احنا اللي واخدين العين، فاحنا بقى شوف مين اللي هيطلعها. تعال نشوف الحوكمة بقى هنا، لو احنا بقى عاملين مؤسسة محوكمة صح، القرار هيطلع ازاي؟ لو انا اللي رايح اجر مكان وانا مؤمن بالجوفرنس مظبوط، هاجي اقول للطرف التاني اللي هو المؤجر، هقول له يا فندم احنا لازم نعمل حاجة اسمها تنفيذ جبري. القانون في حاجة اسمها تنفيذ جبري، تنفيذ رضائي ده بالرضا الناس، التنفيذ جبري ده بعد ما بتعمل العقد بالطريقة القانونية بتروح تسجله بشكل ما، يؤدي في النهاية لحاجة هياخد ختم اسمه التنفيذ الجبري، اللي هو لما يجي الوقت ويجي الاتفاق هتنفذ في التو واللحظة وفق الايه، وفق بقوة القانون. طب ده أهميته إيه في الحوكمة؟ أهميته إن أنا أولاً لازم أخلق جوه مؤسستي مبادئ مبنية على الإيثيكال بيهيفير. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنا لو أنا مش متأكد إن أنا البيزنس ده بتاعي هيجي في الوقت الفلاني وأتطلب إن أنا أجد بديل، هيكون النتيجة إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا آخد كل الإجراءات اللي مش مظبوطة. لكن لو أنا فاهم كويس جداً إن ده بحد السيف لازم التزم بادائه، معناها ان انا هعمل بقى البيزنس موديل بطريقه معينه، ان انا اقول لا شهر 7 سنه 2027 لازم نلاقي بديل، فلازم احط بادجتنج وبروسيس يؤدي في النهايه ان انا اجد البديل او اتفاوض معاه لغايه ما اوصل له. فاذا الحوكمه هنا بتخلق لي نوع من السستينابيلتي، مش نوع، بتخلق لي سستينابيلتي بمعنى الكلمه للمؤسسه والقرار بتاعي. في نفس الوقت بتخلق جوه الانفايرمنت بتاعي ان انا يا جماعه ماشي وفق الايثيكال بيهيفير كما يجب، وتمنع الفولور السكسيسور انه ياتي باعمال خطا. يعني انت في اللونج تيرم ريليشن شيب انت مش ضامن ان انت موجود، انت هتسيب المؤسسه بعد شويه، وحتى التاني اللي مضى معاك لو في لونج تيرم ريليشن شيب في عقود بتتنضي ب 35 سنه و59 سنه وحاجات بالشكل ده. فبالتالي انت بتضمن السكسسورز انه يلتزم بالقواعد والقوانين المظبوطه عشان تبقى انت برضو ايه، حميت نفسك وحميت مؤسستك بالقرارات السليمه، وحميت الاخر اللي يمكن ما يبقاش عارف القواعد. طيب هنيجي بقى لنقطه مهمه قوي اللي هي علاقه الاطباء بشركات الادويه. احنا عارفين ان القانون بيمنع شركات الدواء ان هي تعمل دعايه لمنتجاتها، وبالتالي هي ما عندهاش سكة في إلا من خلال اللجوء إلى الأطباء لصرف الدواء بشكل ما، وتتخلق علاقات غير سوية كلها ضد مصلحة المريض. نسبة قليلة من الدكاترة هم اللي بيعملوا كده، لكن القواعد والقوانين لازم تبقى الدول التانية سبقتنا جدا في هذا النوع من العلاقات. فتلاقي يقول لك مثلا شركات الأدوية ممنوع الدكتور يتعزم في مؤتمر في مثلا كازينو، ممنوع الدكتور يتعزم في مؤتمر في حمام، في مش عارف شو بالشكل الفلاني، ممنوع يعني في سبيسيفيكيشنز للمؤتمرات العلميه، وفي سبيسيفيكيشن مين اللي يسافر في المؤتمرات العلميه، لو لقوا ان هو بيسافر ومعاه مراته يمنعوه، ويبقى يقولوا ان الشركه دي خرقت القانون اللي بيضبط العلاقه ما بين ايه، عشان هنا في كونفليكت اوف انترست. هنا الكونفليكت اوف انترست مع مين؟ هم طرفين بيتعاونوا مع بعض ضد طرف ثالث هو مش شايف المعادله. طيب النقطه اللي بعد كده نظام الدايلما بقى اللي احنا قلنا عليها، وهي ايه؟ اللي هي دايلمة الطبيب المستثمر المدير عضو مجلس الإدارة. قصة في منتهى الصعوبة. في وقت ما كان محدش بيستثمر في الهيلث كير إلا الأطباء. لو تشوفوا الهيستوري زمان كده، يعني رخصة رقم واحد مستشفى الكاتب، طبيب، دكتور ابراهيم الله يرحمهم، مجموعه من الاساتذه الافاضل كلهم لغايه مستشفى السلام، وانت ماشي كده لدار العيون ومراكز النيل، كلها اساتذه اسماء كبيره موجوده تكاتفت مع بعض او باسرتهم وخلقوا بيزنس لوحده. حلو قوي. فاصبح عندنا دلوقتي مستثمر هو مضطر انه يستثمر، لان مفيش حد بيستثمر،
ما فيش حد نون ميديكال بيستثمر. طيب فاحنا دلوقتي عندنا مجموعه من الدكاتره بيستثمروا، وبعدين الدكاتره بقى قرروا ان هم يعملوا مجلس اداره من الشركاء، فاصبح مجلس الاداره مكون من فئه تقريبا واحده بس، اللي هي المديرين اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين. فتلاقي ابن ده ماسك الطوارئ، وده ماسك قسم العمليات، وده ماسك معرفش ايه والكلام ده كله. وبعدين كمان هم اوبريتور، هم كمان بيشتغلوا جوه المستشفى. فاصبح عندك كونفليكت هنا رهيب جدا، لانه مين المتضرر هنا؟ المتضرر هو الشركه، الشركه اللي تم انشائها اللي محدش واخد باله منها. طيب الموضوع ده موضوع بصراحه في منتهى الخطوره، واثر بشكل كبير جدا على اداء القطاع الصحي في مصر، ومنع المزيد من شركات الشركات البرايفت ايكويتيز والفينشر كابيتالز والفاندز الكبيره ان هي تستثمر في القطاع، لانه القطاع مسيطر عليه من قبل الاطباء. طيب ما الحل ايه؟ الحل هو لو احنا شفنا انه في معادله بتقول كل ما زاد عدد المستقلين جوه مجلس الاداره كل ما كان ده هيلثي وهيلثير لصالح الشركه، لصالح الكينونه اللي هي الشركه الاعتباريه اللي تم انشائها. وبالتالي الحل ده هو ان احنا نصغر عدد مجلس الاداره، ونزود عدد المستقلين من الخبراء، ونخلق اوديت كوميتي بطريقه مستقله، وننشر ترانسبيرنسي، فول ترانسبيرنسي على اداء كل دكتور في هذه المؤسسه. هو المشكله ايه؟ المشكله ان الكونفليكت اوف انترست حلها هو الترانسبيرنسي. فانا لو اعلنت فولنتري ديسكلوزد الكونفليكت اوف انترست ووضحته، حليت المشكله. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا طبيب وانا عضو مجلس اداره، بس باخد اجر من ورا عملياتي، لو الاجر ده مطابق للماركت برايس انا مفيش مشكله. لكن المشكله هنا في انه انا باخد دايما، لو انا الاونر باخد نسبه اعلى ورقم اعلى من الماركت برايس. وبالتالي اصبح لما نيجي نبص بقى على مساوئ هذه العلاقه، بيتخلق من ورا هذه العلاقه مؤشرات تقول ان الاستثمار في قطاع الرعايه الصحيه هو غير مربح، في حين ان نفس المستشفى دي لما تاخدها وتعدي بيها البحر الاحمر وتوصل في السعوديه وتسيبها، تلاقيها بتكسب 35 و40%، وتعدي كده لغايه الامارات تلاقيهم نفس الارقام. فاذا المشكله فين؟ المشكله في انه واحد بيستخدم مودلز مبنيه على اعلى من الماركت برايس لان انا الاونر، واحد تاني بيقول له لا انت هتاخد الفير فاليو بس ادي للشركه حقها. فانا يعني ايه، انا كده خلصت والتزمت بالوقت، وارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم. بالعكس يا دكتور خالد، حضرتك يعني وجود حضرتك اضافه كبيره، بس النقطه الاخيره حضرتك اختتم بيها your super excellent presentation هي نقطه محوريه بالفعل. فالناس اذا حضرتك معلش، لان هي دي نقطه فعلا يعني مشكله كبيره في السوق ايوه القطاع ده. فمشكور حضرتك، معلش عايزين توضيح اكتر وازاي اكتر. اوكي تمام، خلينا نقول من الاول. انا النهارده عاوز ادعو الناس للاستثمار في قطاع الرعايه الصحيه. عندي بقى تشالنج، التشالنج الاولاني انه عدد الناس اللي بيستثمروا وهم مش اطباء، او اطباء بس لا يمارسوا، عندهم دايما الكويشن مارك، هنعمل ايه في القصه دي؟ فحلها هو خلق وات از كولد شير هولدر اجريمنت، عقد اتفاق المساهمين. عقد اتفاق المساهمين ده بيقول فيه انه اللي مساهم هو مساهم كمستثمر، وليس بالضروره مساهم له حق فيه، ما هوش تايم شير، لا ده مساهمه في انشاء المؤسسه. وبالتالي في غياب الشير هولدر اجريمنت اللي هو نسبه كبيره جدا من المؤسسات الصحيه ما بتمضيش هذا التعاقد. فاحنا انا بشجع الناس ان انتوا نعمل كده، نعمل شير هولدر اجريمنت ويضمن العلاقات البينيه ويضبط اللي بيننا وبين بعض شكله عامل ازاي. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان مجلس الاداره يبقى الديفولت ان مجالس الاداره بتبقى عددها كبير في الهيلث كير بالذات. بس انا مش مشكله ان هو يبقى كتير، يعني 7 8 10 11، مش مهم ان هو كبير، مهم ان نسبه الحاكمه فيه تبقى مستقلين.
ما يجراش حاجه خالص انه يبقى الدكتور عربي هو عضو مجلس اداره مستقل لشركه اكس اند واي اند زد، وهو لا يملك اي شركه فيها. والدراسات كلها بتؤكد ان المستقلين هم اكتر ناس بياخدوا قرارات سليمه وصحيحه ولمصلحه الشركه. النقطه اللي بعد كده بقى ان احنا نيجي نقول طب يا جماعه احنا دايما عندنا مشكله دكتور عربي، ان احنا عاوزين يبقى عندنا بنش مارك، عاوزين يعني انا واحد من الناس اللي مبسوط جدا بوجود 3 شركات بس، احنا في الليستد كومباني ما عندناش غير 3 شركات بس، نيو ميديكال سنتر الدكتور علاء عبد المجيد، والكليوباترا هولدنج الدكتور احمد عز، والنزهه. انا بس راح من اسمي التشيرمان او السي او بتاع كويس. احنا بقى بنبص على دول ونقول هم دول اللي عندهم ترانسبيرنسي، لان احنا دول اللي بنشوف من وراهم الانديكيتورز كام، الباقيين محدش بيديسكلوز اي معلومات، وبالتالي مفيش السوق از نوت اتراكتنج اني نون ميديكال ولا نون ميديكال. بس الوضع اتحسن يعني، ابتدى يظهر فاندز جديده زي مثلا اليفيت هيلث كير فاند، مش بقول كده عشان انا بشتغل فيها بس ده حقيقي، والاونر الاساسي بتاعها واللي بيديرها طبيب زي طارق محرم، بس هو عنده الجوفرنس ستراكشر في منتهى الاهميه، وعندهم ستاندردز اوف جوفرنس مظبوطه. فاذا انا شايف ان السوق بيتحرك احسن ناحيه ان احنا نخلق حاجات كويسه. بس يعني خلينا نقول برضو اضافه تانية، ان الوقت ده وقت الكونسوليديشن، وقت ان الشركات الصغيره تدخل في بعض، لان الجوفرنس ليه كوست برضو. فانا مش معقوله وانا كشك هدور على الجوفرنس بروسيس، ما لا ما انا ممكن الم الناس مع بعض واخلق حاجه كيان محترم لنتورك، وبالتالي الكوست اوف جوفرنس اقدر اتحملها. طيب انا ليا سؤال دكتور خالد، استاذ حضرتك بالنسبه للانترنال اوديت كوميتي، هل بتحط لها بنش مارك والكي بي ايز، ومين اللي بيحط البنش مارك والكي بي ايز؟ انت حضرتك عارف كويس جدا ان دايما الكوميتي هي اللي بتخلق حاجتها، يعني بنكون بس عندنا بنش مارك كبير، الكي بي ايز بتاعت الكوميتي بتاعت، انت بتتكلم على الاوديت كوميتي تحديدا صح؟ الاوديت كوميتي عندها مؤشرات كتيره، من ضمنها ان انت تكومبلاي مع رولز وريجوليشنز بنسبه 100%، ده نمره واحد. نمره اتنين، التزام المدراء بالسستينابيلتي، في اندكس بتاع السستينابيلتي اندكس السكسيشن بلاننج، انا النهارده كفاءتي جزء منها ان انا اقدر اخلق سكسيسورز، اما غياب السكسيسور ده بيخلي البيزنس في ريسك، هاي ريسك انفايرمنت كبيره جدا. فواحده من الانديكيتورز، وري كل واحد في منصبه لازم يوري لي انديكيتورز ان هو بيقضي قد ايه من وقته لصالح السكسيسور، وتحديد السكسيسور هو مين والفانكشنز بتاعته ايه وخلافه. واحده من الانديكيتورز هو الالتزام بالنمبر اوف رودز بير بيريود قد ايه، والالتزام بالبروسيس وبوليسي اند بروسيجر ستاندرد اللي موجوده. واهم بقى نقطه في الاخر، ان احنا نطلع كي بي ايز يقول لنا هو احنا ماشيين في الدايركشن ان الاوبجكتيفز اللي اتحطت من خلال البورد اوف دايركتورز ولا لا، ده المهم، يعني احنا ماشيين في الدايركشن اللي احنا حطيناه ولا احنا مش ماشيين في الدايركشن. بس طبعا حضرتك اكثر من كلام دكتور خالد، بس اكيد حضرتك ممكن تتفق معايا مع كل الساده الحضور، ان لو شلنا الانا من كل الانفستورز في الكوربريت بالتاكيد هتكون في سكسسفول ستوريز، لو احنا بس استبعدنا جزئيه الانا من البيزنس يعني. ايوه مظبوط، من حضرتك اكثر من قيمه، طبعا كان ممتاز دكتور خالد سمير، متشكر لحضرتك. ربنا يخليك، طبعا شكرا جدا. الاستاذه ايمان الطريقي، معذره تاخرنا لحضرتك 5 دقائق، بس الكلام شيق من الدكتور خالد سمير، نستنى الوقت. اسمحوا لي انا اقدم الاستاذه ايمان الطريقي، اللي بجد انا سو براود اوف هير، انا شفت لها ويبنارز كثيره وكنت قد ايه فخور بيها، شخصيه قياديه اكثر من رائعه من المملكه العربيه السعوديه، وقد ايه فاهمه شغلها وقد ايه تالنتد. فالويبينار مع حضرتك استاذه ايمان. يعطيكم العافية جميعا، ومساء الخير لجميع المشاركين، وشكرا للسادة الأفاضل، وأتشرف جدا بالمشاركة في هذا السيشن. إذا تسمح لي فقط بمشاركة الشاشة.
لا بس اتأكدي لي اذا الشاشة ظاهرة للجميع. تمام استاذ ايمن، شكرا لك. مشكورة لك شكرا استاذ ايمن. لك. ممكن تعرف نفسك بالتفصيل؟ يعني يكون لنا شرف. بالتأكيد. أولا مرة أخرى مساء الخير، معكم إيمان الطريقي. تشرفت جدا بأكون جزء من يمكن رحلة المملكة في التحول الصحي، وتحديدا فيما يتعلق بملف تجربة المريض. تشرفت بأن أقود مركز تجربة المريض لمدة 4 سنوات، أسسنا من خلالها استراتيجية المملكة فيما يتعلق بتعزيز مفهوم تجربة المريض وتطبيق أدواته، من أهمها اللي هو برنامج قياس تجربة المريض. أيضا كان لي شرف أني أقود يمكن إدارات في قطاعات أخرى تعنى بالسيرفيس إكسلنس وبناء الأطر والمعايير المتعلقة بتمييز الخدمات. وكذلك يعني ما زال طبعا المشوار طويل نحو التحول لتحقيق القيمة، ويمكن هذا العمل الحالي اللي أتشرف بأنه يعني أكون أحد الكونتريبيوترز تو إت، وهو المساهمة في دعم ملف الفالي بيست هيلث كير. ويمكن البرزنتيشن حيكون يعني إن شاء الله خفيف ظريف، فقط to touch base on the importance of incorporating ما يتعلق بالكاستمر اكسبيرينس والسيرفيس اكسلنس في موضوع الحوكمه. ويمكن ابدا بمقدمه بسيطه، يمكن المعضله الكبرى انه ينظر الى الكاستمر اكسبيرينس او سيرفيس اكسلنس او ما يتعلق بالمستفيدين انها هي نايس تو هاف، او من الـ يعني النقاط اللي تاتي لاحقا. يعني دائما نقول لسه، يعني احنا خلونا نركز على المهم الاهم ثم المهم. ولكن هي بالتأكيد وما في شك يمكن في القطاع الصحي تحديدا وحتى في القطاعات الأخرى، مسألة الـ involvement of الـ customers أو الـ beneficiaries إنهم يكونون جزء من تصميم وتطوير الخدمات يحقق غايات كبيرة جدا، أهمها هي تعزيز القيمة، واللي associated with يمكن مخرجات مهمة جدا تركز عليها الحوكمة، وهي الاستدامة، وكذلك اللي هي تعزيز الكفاءة والاستفادة والاستغلال الأمثل للموارد. اسمحوا لي أبدأ بتعريف بسيط، وهذا يمكن الرفرنس الأساسي اللي هو WHO، ولكن الأمانة دائما في التعريف بوجهة نظر هي فقط أنه التعريف لابد أن يتضمن الماهية والكيفية والغاية. وجدت التعريف يمكن غطى جزئية الماهية والكيفية، فأنا يعني حبيت أنه أكمل جزئية الغاية بإضافة الجزئية الأخيرة. إحنا نعرف أنه الـ Healthcare Governance refers to the framework, policies, processes, systems guide the delivery of healthcare، وهذا معروفة وما في شك أنها يعني هي من الأساسيات. ولكن لماذا to assure accountability و transparency و sustainability وكذلك quality of delivery. والجزئية هذه يمكن غطاها الأساتذة الأفاضل في بداية البرزنتيشنز لأهمية الأكاونتبيليتي والترانسبيرنسي في موضوع الحوكمة، وهي يمكن الأعمدة الأساسية. ولكن لماذا؟ Why we're doing this؟ وهذه يمكن جزئية مهمة جدا تاخذنا يمكن السيجوي أو مدخل إلى الربط الموضوع اللي هو تمييز الخدمات والكاستمر اكسبيرينس بموضوع الجفرنس بشكل مباشر، اللي هو خلق القيمة. يعني اليوم احنا نعرف انه بشكل كبير يصب موضوع الحوكمة في تعزيز الفاليو او القيمة للستيك هولدرز. لو نظرنا الى الستيك هولدرز او حاولنا نفصل في من هم الستيك هولدرز اليوم في الهيلث كير، وطبعا هذا يمكن بحكم العمل يمكن في خبرتي الأكبر في القطاع الحكومي، نجد أن الستيك هولدرز اللي يمكن يكون في تركيز على المشرعين، يكون في تركيز على اللي هم مقدمي الخدمات، يكون في تركيز على البروفيشنالز، يكون في تركيز على أكثر من ليفل في المنظومة، ويأتي بالأخير البنفيشري، ولكنه هو الأهم اللي حيحقق لنا أنه اليوم إذا كان involved في المنظومة أو في الإطار بشكل فعال راح يسرع من تحقيق الأهداف ويعظم الـ outcomes of it. لو يمكن we touched a little bit on the value، موضوع القيمة هو يعني مفهوم بسيط ويمكن الآن أصبح جزء رئيسي في أي تحول صحي. اليوم تسعى القطاعات الصحية
الأنظمة الصحية في رحلة تحولها إلى تعظيم القيمة، اللي هي بشكل بسيط الكواليتي والخدمات المقدمة على الكوست أو التكلفة. فإحنا نسعى إلى الحصول إلى أعظم المخرجات أو تعظيم المخرجات مقابل ما يتم دفعه. إذا الهدف الرئيسي هو توفير الأدوات والسياسات والبروسيجرز اللي تضمن تحقيق هذه القيمة. ونظرنا إلى الستيك هولدرز اللي تكلمنا عنهم في البداية أو المستفيدين من هذه المنظومة أو من هذا النموذج، نجد أنه البيشنتس يأتون بالدرجة الأولى. Why we're doing this? Because we need to lower costs for better outcomes. اليوم الـ engaged patient definitely يلعب دور فاعل بأنه يعرف اليوم المسؤولية تجاه صحته. ويمكن نقطة مهمة جدا في التحول الصحي والآن الشفت من التركيز على العلاج إلى التركيز على الوقاية، نجد أن الـ controls with the patient. فاليوم عملية الحصول على الـ active member of the society ليدرك أهمية الاهتمام بالصحة، أهمية مساهمته في الحفاظ على هذه الصحة، يلعب دور كبير، ولا بد أنه يكون engaged في planning من البداية. السكند اللي هم البروفايدرز، وما في شك اليوم يلعبون دور رئيسي وجوهري في المنظومة أو في السيستم. لذلك مهم جدا أنه يكون في حرص على تعزيز العلاقة بين البروفايدرز وبين البيشنتس for better efficiency, better outcomes. وأيضا تخفيف البردن على البروفايدرز من خلال تحميل البيشنتس والعوائل والأسرهم والfamilies of patients جزء من المسؤولية. ولعل يمكن الـ ultimate objective أن اليوم ما يكون في عندنا patients، يعني اليوم نركز على صحة الفرد كأحد أفراد المجتمع و how they design their life وال habits towards healthier life، حيث انه ما يحتاج ان شاء الله الى الرعايه الصحيه. البايرز طبعا احد الكومبوننتس المهمه في موضوع الفاليو بيست كير، موضوع الكوست كنترولز، موضوع الريدكشن اوف الريسك، وهذا عامل رئيسي وانبوت مهم جدا بالنسبه للبايرز. وكذلك السبلايرز ديفينتلي، وما يتعلق ب الايننج البرايسز وذ البيشنت اوتكمز، والسوسايتي اخيرا يمكن ذكرناها في البدايه، وهي نسعى الى انها تكون دائما نقطة التركيز أن يكون في reduced healthcare spending, better overall health. إذا إحنا عندنا الـ value creation هي ببساطة co-creation، يعني لا يمكن اليوم نحقق قيمة بدون ما يكون في شراكة في البناء والتطوير والتخطيط. ويمكن لو ننظر إلى السايكل، هي تبدأ من مشاركة جميع الأطراف المهمين، يبدأ بال patients والcommunity، الproviders، الhealthcare professionals، الpayers، البوليسي ميكرز وغيرهم، والكل يكون مسهم بشكل فاعل في عملية البوليسي ميكينج، في الديسيجن ميكينج، أيضا في الأوفرسايت وعملية تقييم الخدمات. وهذه طبعا يدخل فيها جانب كبير من ناحية الشفافية في نشر التقارير، النتائج، الاوتكمز، بحيث انه يكون فيه continuous improvement. وايضا ما يتعلق بالكير ديليفري، ما هي الادوار، ما هي المسؤوليات، ما هي المعايير اللي يتم من خلالها تقديم هذه الخدمات. ومن خلال تفعيل هذه السايكل ديفينتلي باذن الله تعالى تتحقق القيمة المرجوة. الـ value based care مرتبط ارتباط وثيق بالـ quality of care. ويمكن اعتمدت يمكن النموذج المعروف اللي هو الـ quadruple aim، اللي يأطر لنا موضوع الجودة بشمولية، بحيث أنه ياخذ جانب الـ improving الـ population health، وما يدخل فيها من جانب جوانب الـ prevention اللي هي تدخل فيها اللي هي الـ cost efficiency، إدارة الـ chronic diseases، التحكم بالأمراض، تخفيف عبء الأمراض بشكل كبير. أيضا جانب enhancing the patient experience، وما يتعلق فيه من motivating و engaging the patients، بحيث أنه يكون لهم دور فاعل في الرعاية الصحية لتعزيز المخرجات الرعاية الصحية. وكذلك تلعب دور كبير في تحقيق اللي هي مستهدفات سلامة المرضى، وهذه جزئية مهمة جدا في النظام الصحي واستدامته. وأيضا ما يتعلق بال reducing the cost of care من ناحية better utilization of the resources،
تقليل الحاجة إلى أنه يكون في تخفيض طبعا، أو إدارة المخاطر بشكل كبير، تقلل من الحاجة للاعتماد الكبير على الموارد واستهلاك الموارد من خلال إدارة فعالة للمخاطر الصحية، وكذلك اللي هي improving the provider's satisfaction، وهذه ما في شك أنها ترتبط ارتباط وثيق جدا بما يتعلق بالبيشنت اكسبيرينس. فاليوم يوجد عده دراسات تثبت بانه اليوم تجربه مقدم الرعايه الصحيه مرتبطه ارتباط وثيق بتجربه المريض. فاليوم اذا حرصنا على تجربه مقدمي الرعايه الصحيه، فهم التحديات اللي يواجهونها في خلال رحله تقديم الرعايه الصحيه، ما هي التحديات اللي قد نساهم في تخفيفها، ما هي النيدز الانيبلمنت اللي يحتاجها مقدمي الرعايه الصحيه، سنحقق باذن الله تعالى تحسين تجربه المريض بشكل واضح وجلي. وكان لنا يمكن تجربه جميله في وزاره الصحه في احد المشاريع في مقارنه اللي هو الـ employee engagement أو staff engagement بالـ patient experience، وعملنا على عدة مبادرات ولمسنا من خلالها أثناء فترة عملي في الوزارة وجود يعني improvement ملحوظة في بعض الجوانب عندما تم التركيز على بعض التحديات اللي كان فيه وضوح في وجودها يعني على مستويات معينة. كان جزء منها nursing، تحديات يواجهوها nursing، لمسنا من خلالها improvement على الـ patient experience يعني بعدد من المبادرات. وهذه طبعا من الجهود اللي يعني أخذت في الاعتبار وانبدت في استراتيجية جودة الرعاية الصحية. موضوع الكلينيكال governance وارتباطه بالـ healthcare governance، ما في شك أنه اليوم احنا نبدأ ببناء إطار او نموذج لجودة الرعاية الصحية، ولكن نحتاج إلى مجموعة من الأدوات التي تضمن تحقيق هذه النتائج من خلال أدوار وأكاونتابيليتيز واضحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات عند كل جزء حتى نصل إلى الإكسلنس المنشودة. يمكن هذا النموذج يعني I borrowed this من دراسة كندية فقط لإيضاح العلاقة بين الـ different levels. تكلمنا يمكن عن نموذج الجودة وجودة الرعاية الصحية، واللي لن يتحقق إلا بوجود أدوات فعالة تضمن أنه اليوم في وضوح إلى ما هي ما هو المنشود وكيف سيتم الوصول له، وما هي الأدوات التي تساعد في القياس حتى نتأكد من تحقيق هذه النتائج. في لاير اللي هي الكلينيكال governance، الأضم الممارسات، ما هو المقبول ما هو الغير مقبول، ما هي الميجرز اللي اسوسييتد مع هذه الممارسات للتأكد من وجود ضبط للإيقاع بشكل مستمر، ثريشهولد المؤشرات المتعلقة بالريسك إلى آخره. والليفل اللي بعدها يمكن يجي الاورجنايزيشنال governance، وهو يمكن الجزئيه اللي يمكن تكلمنا عنها قبل قليل، الادوار الاخرى الممكنه لتحقيق الكلينيكال governance. وطبعا اللاير الاكبر او المظله الاكبر اللي هي ما يتعلق باستراتيجيك governance هي على مستوى النظام واهميتها، وكل جهه ودور هذه الجهه، وكيف نضمن انه يكون في وضوح في هذه الادوار والتقاطعات بينها، وكذلك ضمان الحيادية وعدم وجود الجزئية اللي كان أتكلم عنها السادة الأفاضل في البداية، عملية الـ conflict of interest، كيف نصمم النظام بحيث أنه يكون نظام مبني على حوكمة robust تضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بما يحقق التوازن. ويمكن جزء كبير من التحول الصحي اللي تمر فيه يمكن المملكة وتمر فيه أعتقد مجموعة من الدول اللي تمر برحلة التحول الصحي، هو فصل مقدمي الخدمة عن المشرعين أو الريجليترز، وهذه يمكن جزئية مهمة جدا تضمن اليوم أن يكون فيه معايير واضحة ومحددة تفصل بين الأدوار بوضوح، وكذلك استحداث أو إنشاء جهات تعنى بفرض معايير اللي هي ليفرج المستوى المقبول أو المتوقع من جودة وكفاءة الرعاية الصحية، وكذلك ما يضمن سلامة المرضى والجوانب الأخرى اللي تحقق الاستدامة في النظام الصحي. يمكن هذه بعض النقاط او الكومبوننتس المهمه واللي يعني جزء لا يتجزا من اي effective healthcare governance.
تبدأ بالليدرشيب والاكاونتابيليتي. يعني the importance of having effective leadership and strategic planning, clear vision, mission statement مهمة جدا لأنها تبدأ من رأس الهرم. يمكن موضوع الحوكمة وال يعني they need to walk the talk زي ما يقولون. يعني إذا ما كانت بدأت من رأس الهرم بإيضاح ما هي ما هو الديدن أو ما هي الأساسيات والمبادئ الرئيسية اللي لابد أنه يتم تفعيلها، ما حتنجح حتى لو كان فيه أفضل الأدوات يمكن على المستويات الأقل. مهمة جدا جزئية الحوكمة أو جزئية leadership to support جزئية الحوكمة، موضوع service excellence و how we embed it كأحد الأهداف الاستراتيجية والأولويات اللي يتم التركيز عليها في بناء استراتيجيات المؤسسة الصحية. ايضا ما يتعلق بالموظفين او الستاف والمستهدفات الخاصه بتحقيق الستاف انجيجمنت، موضوع الشيرد اكاونتابيليتي وتوزيع الادوار والمسؤوليات على جميع الافراد او المستويات والكومبوننتس اللي تشكل المنظومه، بحيث انه يكون فيه مستهدفات واضحه كاسكيدد تبدا من الاستراتيجية المنظمة نزولا إلى الإدارات ذات العلاقة وصولا حتى إلى الأفراد. يعني عدم وجود وضوح في الفيجن والميشن وتكون well communicated لجميع المستويات على كل الفئات يخلق صعوبة كبيرة جدا وعبء كبير على الليدرشيب في تحقيق هذه المستهدفات. جزئية الكواليتي اند سيفتي يمكن جزء مهم جدا وامبيدد في الجفرنس في أي منظومة صحية أو أي مؤسسة صحية، لتركيزها على جوانب مهمة جدا تتعلق بتحقيق المخرجات المرجوة من الرعاية الصحية، تحقيق الاستدامة، تحقيق مستهدفات الكواليتي اند بيشنت سيفتي، وهي الأساس اللي يمكن من أجله استحدثت هذه المنظمات أو المؤسسات أو it's up and running to create this specific value. هنا يلعب دور كبير موضوع الـ accreditation, الـ standards, الـ protocols, how we make sure أنها embedded في العمل المؤسسي بحيث أنها تكون جزء لا يتجزأ من الـ policies والـ procedures والأطر والـ standards اللي يتم تفعيلها ومراقبتها بشكل دوري، وأيضا ربطها بالمستهدفات الاستراتيجية بشكل واضح. الجزئية الثالثة يمكن موضوع الـ regulatory أو الـ regulatory compliance، وهو مهم جدا to explain how to the importance of compliance to regulation to promote again موضوع الـ patient safety الـ overall service excellence، ما يتعلق بالالتزام بالسياسات. عملية جزئية كبيرة يمكن تطرقوا لها ايضا الساده الافاضل ما يتعلق بالفراد ديتكشن، الجوانب الماليه، الجوانب الاداريه وغيرها من الكومبوننتس الداعمه، وهذه طبعا وحتى ما يتعلق بالديجيتال وموضوع الديتا مانجمنت والديتا governance الى اخره، كلها ممكنات مهمه جدا وان لم تكن الكور من وجود هذه المؤسسات الا انها ممكنات رئيسيه وهامه تحتاج الى ايضا مراقبه بشكل كبير حتى تمكن الغاية الرئيسية أو الهدف الأساسي، وهو تقديم خدمات يعني تتسم بالجودة العالية والكفاءة. والجزئية الأخيرة يمكن والأهم هو موضوع الريسك مانجمنت، لابد من وجود حوكمة تضمن وتفعيل أدوات وأطر إدارة المخاطر بشكل فعال على مختلف المستويات، ويمكن ما نكتفي فيها بالريسك مانجمنت اللي هو فقط إدارة المخاطر اللي هي الجانب الداون سايد اوف الريسك، ايضا اللي هو الجانب الايجابي من الريسك اللي هي الاوبرتونيتيز، وات كايند اوف اوبرتونيتيز دو وي هاف توداي. وممكن يمكن لو استخدمت ايضا مصطلحات اضافيه لهذا الجانب اللي هو ما يتعلق بالانوفيشن، كثير من الابتكارات تاتي بسبب وجود فجوات او وجود تحديات معينه تخلق معها فرص جميله جدا، لابد من يكون هناك إطار فعال لاكتشافها وتحديدها وأيضا يعني فرصة لتصميم خدمات إضافية وجديدة ومستحدثة تخدم هذه الاحتياجات بما يعني يكافئ أو بما يخدم هذه النيت. الـ healthcare excellence in healthcare أو الـ excellence بشكل عام لو نظرنا يمكن إلى هذا
الجراف المبسط، نجد ان هي ببساطه عندنا اليوم في اي قطاع، حتى يمكن لو تحدثنا عن القطاعات الاخرى نجد انه في واقع للخدمه او ما يتم تقديمه، وذيس از رياليتي وفاكت. وايضا عندنا جزء اخر ومهم جدا وهو التوقعات، الاكسبكتيشنز. الفجوه بين التوقعات وبين الرياليتي هو ما يخلق اللي هو الديساتسفاكشن. الاكسلنس يعني بشكل رئيسي يحرص على انه دائما الفاكت او الواقع والرياليتي تكون متوازيه او مطابقه بالاصح للتوقعات، بحيث انه لا يكون هناك فاريشن او تفاوت او تباين فيما يتم تقديمه من خدمات. يمكن الستيتمنت او العباره اللي المفضله لي انه الاكسلنس باي تشويس نوت باي تشانس، وهذا يعني انه اليوم يعني اعتمادنا فقط او اتكالنا على موضوع الاجتهادات قد يحقق لنا يعني بين فينة واخرى موضوع اللي هو الساتسفاكشن والرضا، ولكن لا يضمن استدامته. لذلك لابد ان يكون هناك معايير واضحة ومحددة تضمن انه every time we deliver the service we get the same results. يعني يمكن ببساطة يعني نلخص ما تحدثنا عنه في السلايد السابق، اللي هو الاكسلنس means consistency، يعني الاتساق في الخدمة يعني التميز في الخدمة، أو الاتساق بالأصح بالنتائج هو ما يحقق لنا الاكسلنس. ولا يحدث هذا إلا ب يمكن 3 مكونات رئيسية، ممكن تكون 4 ممكن تكون 5، ولكن اللي أجد أنها يمكن الأهم هو عملية understanding needs، يعني لابد يكون في فهم عميق جدا للاحتياجات. الفهم العميق للاحتياجات لا يحدث إلا بإشراك أصحاب الشأن على مختلف المستويات، بحيث أنه يكون فيه إشراك لهم في عملية فهم الاحتياج وتفصيله وتعريفه بشكل جيد. الخطوة اللي بعدها اللي هي عملية الإكسبلينيشن أو الشرح لهذه الاحتياجات، بحيث أنها تكون تترجم إلى what do we need to do. أوكي، إحنا عرفنا اليوم what do we need to achieve, how can we achieve this، ولابد أن يكون مترجم بوضوح. وهذا يمكن يغطيها جزئية وجود المعايير، وجود الكرايتيريا، وجود الإجراءات التفصيلية التي تساعد مقدمي الخدمة أو من يقومون بتحقيق هذه القيمة إلى أنهم يحققوها بالشكل المطلوب. النقطة الأخيرة اللي هي عملية الوضوح، الأكاونتابيليتي، أو هي المسؤوليات والأدوار بشكل واضح على كل مستوى، بحيث أنه يكون في وضوح على who's accountable for what to meet the expectations. فلا بد من وجود targets محددة، مستهدفات محددة cascaded على مختلف المستويات، بحيث أنها تكون هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة، نعم، ولكن الأدوار واضحة والـ accountability واضحة. هذا النموذج يمكن الأشهر في service excellence، وهو النموذج الأوروبي، ويمكن يركز على النقاط اللي تطرقنا لها قبل قليل، ولكن توضح بشكل كبير أهمية وجود هذه المكونات حتى نحقق Service Excellence بمعناه الحقيقي. فلا بد أن يكون عندنا البعد الاستراتيجي، وهذا بعد مهم جدا يدخل في عملية اللي هي وجود الـ Service Excellence في أولويات الاستراتيجية للمؤسسة أو المنظمة. أيضا الليدرشيب، تبني الليدرشيب لهذا المفهوم بشكل كبير وواضح، يكون جزء لا يتجزأ من الفيجن والميشن والاستراتيجي. النقطة الأخرى اللي هو العامل اللي هو الأوبريشنال، أو بالأصح الكالتشرال يمكن يسبق الأوبريشنال، اللي هو وجود ترجمة لهذه الاستراتيجيات بحيث أنها تكون قيم لدى المنظمة أو لدى المؤسسة، بحيث أنها تحرص على دائما تعزيز هذه القيم من خلال رسائلها لمنسوبيها. الكل يعمل لتحقيق هذه الغاية، فهي ليست مفصولة عن الدي ان اي للمنظمة. الجانب الآخر اللي هو الانوفيشن، جانب الابتكار والإبداع والتطوير المستمر، واللي تكلمنا عنه قبل قليل، أهمية اليوم أن يكون فيه دائما استقراء واستشراف للاحتياجات من خلال إشراك المعنيين، ليس فقط لفهم ما هي تحديات اليوم وما هي
النيدز وما هي الخدمات اللي يمكن تقديمها، أيضا ما هو مستقبل الخدمة؟ هل اليوم في خدمات على سبيل المثال ممكن أنها تقدم بطريقة مختلفة؟ هل اليوم ممكن يكون فيه جانب من تفعيل اللي هو التطور أو التحول الرقمي في شيفتنج طريقة تقديم الخدمات من أسلوب معين إلى أسلوب آخر؟ والفرص والتحديات بشكل عام بحيث أنها تكون دائما يعني في حراك كبير، ليس الانتظار وقوع المشكلة أو التحدي أو الفجوة، بل يكون هناك proactive approach فعال في المنظمة يحرص دائما على تبني الانوفيشن بشكل مستمر. والجانب الأخير وهو جزء مهم جدا وتكلمنا عنه قبل شوي، اللي هو الـ operational side، اللي هو كيف نضمن اليوم أن في عندنا احنا processes in place توضح تحديدا، تترجم هذه الاستراتيجيات وهذه البرايورتيز بشكل واضح، توضح الادوار والمسؤوليات، ايضا تبين التقاطعات والتكامل بالاصح بين الجهات، who's responsible for what، ما هو الانبوت، ما هو الاوتبوت، ما هي البروسيسز ان بليس، الميجرز الخاصه بالبروسيسز للتاكد من تحقيق هذه المستهدفات بشكل مستمر. الـ Outstanding Customer Experience يمكن لو تكلمنا عنها بشكل سريع نجد أنه يعني تأتي من عدة نقاط، أو يمكن تحقيقها بعدة نقاط، وهي أن يكون في عندنا Designing و Documentation للـ Customer Experience. بمعنى اليوم لابد يكون في عندنا وضوح لي على سبيل المثال اللي هي رحلة المستفيد Documented Well Defined، تحدد فيها المحطات اللي يمر فيها المريض أو المستفيد، ما هي المتوقعات في كل محطة من هذه المحطات بحيث أنه يسهل تتبعها وأيضا تقييمها بشكل مستمر. أيضا وجود ستاندردز ومعايير واضحة للستاف أو لمقدمي الخدمات. الاجتهادات طبعا خلينا نقول تقديم exceptional experience لابد انها تكون يعني ثقافه موجوده لدى المنظمه، ما في شك. بمعنى انه اليوم دائما يكون القاعده الرئيسيه انه ما يمكن ان اقدم لهذا المريض كحتى اكسترا مايل، دائما مرحب به ومقبول، ولكن لا يعني نحن نترك المجال مفتوح او نترك المساله فضفاضه، لابد من وجود معايير مقبوله كحد ادنى على الاقل لما يتم تقديمه من خدمات وكيف تقدم هذه الخدمات. ايضا اللي هو اهميه السيرفيس ريكفري والاكسلنس، اليوم لابد يكون فيه استجابه سريعه وريسبونس جيده في حال لا سمح الله حصل اشكاليه او تحدي، جزء لا يتجزأ من تحقيق السيرفيس اكسلنس او الاوت ستاندينج كاستمر اكسبيرينس انه يكون في عندنا احنا الادوات او الاليات الاستجابه السريعه والفاعله في حال وجود اي ديسربشن للخدمه. فهذه ايضا من المكونات الاساسيه. ايضا ثقافه الكاستمر اكسبيرينس او البيشنت اكسبيرينس لابد انها تكون اكروس المنظمه، بمعنى انه يكون في تشجيع على تعزيز هذا المفهوم بمعناه الحقيقي. يمكن كثير من الجهات تحديدا يمكن في القطاع الصحي قد يعني لا تشتكي القطاعات الاخرى من هذه النقطه بحكم انها موضوع الكاستمر اكسبيرينس واضح وجلي، لو اخذنا مثلا هوسبيتاليتي على سبيل المثال، لكن في القطاع الصحي نجد انه دائما يكون فيه خلط بين البليزنج البيشنت او ارضاء المريض وبين الكاستمر او عفوا البيشنت اكسبيرينس. البيشنت اكسبيرينس بمفهومه العميق هو تعزيز الثقه والترست بين المريض او المستفيد من الخدمات الصحيه وبين مقدم الخدمات الصحيه والرعايه الصحيه، بما يخلق اول شيء انه يكون فيه كفاءة وفعالية في الخدمات المقدمة، وأيضا الاستدامة، وكذلك تخفيف العبء عن النظام الصحي. فأهمية تبني هذا المفهوم يعني قد لا تكون واضحة لدى كثير من الجهات، قد يعني يكون فيه الآن تطور كبير يمكن وتقدم كبير بحكم الوعي الأكبر بهذا المفهوم، ولكن جزء كبير من الجهات ما زالت تجهل المفهوم هذا وتخلط بينه وبين الساتسفاكشن. فلذلك لابد أنها تكون واضحة وجلية بحيث أنه اليوم يكون في explanation واضح على سبيل المثال لمقدمي الهيلث كير بروفيشنالز why we're doing this, what's in it for you، بطريقة واضحة مبسطة توضح أنه اليوم المستفيد الأول والأخير ليس فقط المريض بل أيضا مقدم الرعاية الصحية من خلال تعزيز مفهوم الشراكة
نحو تحقيق رعاية صحية فعالة. فاليوم المريض يكون شريك رئيسي وأكتف، وليس فقط للمريض بل أيضا بالإمكان إشراك أسرة المريض في تحمل جزء من المسؤولية. تكلمنا يمكن بشكل سريع عن موضوع الستاندرز وأهمية وجود معايير تضمن تقديم الحد الأدنى من الخدمات أو المستوى المقبول يعني كحد أدنى، بحيث أن احنا نضمن أنه اليوم في كل مرة يتم تقديم الخدمة نحصل على الأقل على نفس النتائج. وهذا اللي يمكن يعني يعتمد عليه مفهوم الجودة، أنه ما يكون فيه variation أو تباين في المخرجات. ولكن مهم جداً أنه اليوم المعايير تكون بشكل كبير inspired by الكاستمرز. يعني اليوم الانبوت كيف نصمم هذه المعايير وكيف نحددها، لابد أن يكون في إشراك للكاستمرز أو البيشنتس في بنائها وتصميمها، ليس فقط البيشنتس بل كل من يمكنه المساهمة في أو يشارك في تقديم هذه الخدمة على مختلف المستويات. فمهم إشراك البيشنتس، مهم إشراك الفرونت لاينرز، مهم إشراك جميع الأطراف المعنيين. مهم جدا ايضا انه ندرك ان عمليه البنش ماركس والاستفاده من يمكن المعايير الموجوده عالميا ما في شك انها تخدمنا بشكل كبير. فاحنا وير نوت ري انفنتنج ذا ويل، ولكن ما نقع في الفخ او الاشكاليه انه اليوم وي كوبي بيست. يعني كثير من المعايير يمكن وان كنا استفدنا من تجارب كبيره يمكن على مستوى عالمي، نجد انه دائما الكالتشر او ثقافه الجهة ليس فقط كدولة بل أيضاً كمنظومة تجد أنها لها يعني يونيكنس أو طبيعة مختلفة عن غيرها من الجهات. لذلك مهم جداً أنه يكون فيه اعتبار لعملية الكستمايزيشن والبناء المبني على تفصيل الاحتياجات وفهمها بشكل جيد، بحيث أنه تكون هذه المعايير فعلاً تحقق الغاية المنشودة وليست يعني out of the shelf. أيضا عملية بناء المعايير، ويمكن يختلفوا معي يمكن بعض فطاحلة الجودة في هذا الجانب، أنه لابد من ترك مساحة وخصوصا في السوفت areas اللي هي ممكن تكون فيها جانب إنساني كبير، اللي هي عملية بناء معايير نعم تكون واضحة ومحددة ولكن ليست مرنة إلى درجة كبيرة بحيث أنها تكون فضفاضة. بنفس الوقت ما تكون very strict أو very rigid بحيث أنه يعني نأخذ منحة اللي هو تطبيق المعيار ونغفل الغاية من تطبيق هذا المعيار أو استحداث هذا المعيار من الأساس. فمهم جدا ترك بعض المساحة لإضافة extra mile أو اللمسات الإنسانية خصوصا في مثل هذه النوعية من المعايير. وأخيرا اللي هو عملية التطوير والتحديث المستمر، وهذه ما في شك أنها جزئية مهمة جدا. يمكن تكلموا السادة الأفاضل عن التغير الكبير والدينامكس اللي تحصل، فاليوم لابد أن يكون في عملية ريفيو سايكل منطقية بما يضمن أن اليوم يكون في مواكبة لأي مستجدات أو تطورات تحدث بشكل دوري. بشكل سريع يمكن يعني ما راح أطيل عليكم، البيشنت and their families ممكن انهم وكذلك البروفايدرز ممكن جدا يكونوا جزء من الهيلث كير governance من خلال مجموعه من البلاتفورمز، وهذه يمكن بعض المبادرات اللي يمكن ايضا طبقت عندنا في يعني في المملكه، واعتقد كثير يمكن من المشاركين وكذلك الساده الافاضل يمكن they experienced some of them. موضوع البيشنت ادفايزري كونسل طبقنا، اللي هي البيشنت اند فاميلي ادفايزري كونسل في عدد كبير من المستشفيات التابعه لوزاره الصحه، في يعني في مبادره كانت تركز بشكل كبير على عرض البيانات المتعلقه برضا المستفيدين او الكاستمر او البيشنت اكسبيرينس، وكذلك بعض المؤشرات اللي تهم البيشنت بشكل كبير وطرحها على الطاوله، وكذلك يعني محاولة إيجاد بعض الحلول أو المبادرات to overcome it. وخرج منها كثير من المبادرات اللي ساعدت بشكل كبير يمكن بالدرجة الأولى أنها تعزز مفهوم الشراكة، وهذا يمكن الجزء اللي يمكن أكبر مكسب من وجود هذه البلاتفورمز، أنها تشرك المستفيدين
من مرضى وذويهم في طاولة القرار لنقاش التحديات ولفهمها وحتى لإطلاعهم على التحديات يمكن من بعد آخر هم لم يكونوا يعني على علم به. أيضا البارتيسيبيشن في السيرفيز والفيدباك تولز يمكن فعلنا اللي هو البريمز أو اللي هو البيشنت اكسبيرينس ميجرمنت بروجرام اللي يركز بشكل كبير على قياس رحلة المستفيدين في عدة رحلات علاجية ساعدتنا بشكل كبير جدا في فهم التحديات لكل رحلة علاجية. يعني كنا متفاجئين جدا من بعض النتائج انه كنا نعتقد على سبيل المثال انه التركيز او الاهتمام على محطة معينة او جزئية معينة، ولكن البيانات يعني فاجأتنا بانه اهتمام المريض هو يعني بسيط جدا او حرص المريض على جزئية بسيطة جدا كانت مغفلة. احنا نظرنا يعني we tend to complicate things بشكل كبير، ولكن لو فهمنا احتياجات المرضى نجد أنها بسيطة جدا قد يعني لا نحتاج فيها هذا الجهد الكبير، هي مسألة فقط مسألة وضع اليد على الجرح. البرومز إن شاء الله قادمة، ما زلنا نعمل عليها، ولكن إن شاء الله هي من ضمن الاستراتيجيات اللي تعمل عليها منظومة الصحة بشكل عام، واللي راح نركز فيها على مخرجات الرعاية الصحية وهي الـ Patient Reported Outcome Measures اللي راح نفهم فيها اللي هي ما بعد التدخل العلاجي أو الإجراء علاجي معين، هل تحققت الغاية، هل أصبح هناك أثر يعني واضح إيجابي على صحة المريض، الموبيليتي، القدرة على الحركة، ممارسة حياته الطبيعية، كذلك إدارة الألم والجوانب هذه. وأعتقد هذه يمكن كومبوننت مهمة وإنبوت مهم جدا في تفعيل نموذج الرعاية المبنية على القيمة. ايضا في كثير من الجهات، ويمكن انا يعني لم احظى بفرصه مشاركه هذا الانيشيتيف، ولكن باطلاعي على كثير من التجارب يمكن في القطاع الخاص اللي شاركوني الزملاء انه في ايضا كثير من الجهات بادروا باشراك المرضى والمستفيدين في الجفرنس بوردز، ممكن تكون جلسات محددة يتم فيها طرح مواضيع محددة، الاستماع للمستفيدين بشكل دوري بحيث أنه يكون في تقريب لوجهات النظر بشكل كبير. أيضا المشاركة الـ Patient Advocacy Groups هذه مهمة جدا. كثير من يمكن المبادرات اللي طرأت في أو ظهرت في هذا الجانب، جزء من الـ Patients اللي شاركوا في طاولة القرار أصبح عندهم الرغبة بأنهم يكونوا Advocates لكثير من القضايا والتحديات اللي واجهها النظام الصحي، فأصبحوا صوت لي يعني بال يمكن بال اللي هم الريجليترز أو للعاملين على تطوير هذا النظام، بحيث أنه يصل الصوت للمستفيدين وتتضح الصورة بشكل أكبر، ينظر للقضية من أكثر من جانب. ما في شك هذا أيضا يعزز التراست وأيضا يقرب وجهات النظر مرة أخرى ويؤكد على أنه اليوم التحدي والقضية هي قضية الجميع، when we speak the same language، وهذه يمكن من الجزئيات المهمة جدا في عملية الـ change management. أيضا موضوع الـ participating في الـ shared decision making والـ service design، وهذه يمكن عملت بشكل كبير. يمكن كثير من المبادرات اللي هي الـ model of care كان فيها ورش عمل و focus groups و sessions مطولة أشركت المستفيدين في تصميم هذه الخدمات وتصميم هذه النماذج قبل تبنيها. وكذلك طبعا اللي هو contributing to policy making، كثير من البوليسيز اللي يمكن تم اعتمادها واطلاقها مؤخرا كان في جزء كبير من الانبوت من الفيدباك ومن الفويس اوف كاستمر اللي كان كابتشرد، اضافه الى انها تطرح للراي العام والمجتمع لابداء الراي حيالها واضافه بعض المقترحات قبل اعتمادها وتعميمها بشكل كامل. أختم بهذه الشريحة بشكل سريع. إذا positive patient experience definitely brings better patient safety, improved clinical outcomes, higher patient satisfaction scores. وهذه يمكن طرقنا لها بشكل يمكن مفصل في بعض الأمثلة، فهي قيمة مهمة جدا. ما راح نتكلم عن الكوست هنا لان نتكلم عن ارواح ودائما ونتكلم عن الهيلث اوف يعني هيومن بينجز، لكن ما في شك في يعني تفاصيلها فيها
الموضوع الكوست واضح وجلي. Definitely if we have better patient safety, better clinical outcomes and higher satisfaction, definitely we reduce cost. Improved health outcomes can be associated with shorter stay and reduced admissions, وهذه طبعا مرتبطه بشكل كبير في العبء والتكلفه. Greater quality in access to care. أو equity عفوا in access to care. يعني على سبيل المثال وجود فهم لاحتياجات المستفيدين. يمكن أبسط مثال هنا مطروح اللي هو عملية الترجمة وترانزليشن، وليس فقط على مستوى اللغة بل أيضا على مستوى الفرد، والطريقة الأمثل للكوميونيكيشن تساعد بشكل كبير أنه يكون في وصول للخدمة وفي عدالة في تقديم هذه الخدمة. البيشنت اكسبيرينس اند ستاف انجيجمنت تكلمنا عنها بشكل كبير أنه اليوم يمكن ك يعني لو نظرنا إلى موضوع تقديم الرعاية الصحية، أنا دائماً يعني أعيد على الزملاء أن إحنا لا نقدم، وأنا أتكلم عن يمكن في موقعي، لا أقدم الرعاية للمرضى أو المستفيدين. إحنا نرعى مقدمي الرعاية حتى يقدموا الرعاية للمرضى بالشكل الأمثل. فالحرص على البيشنت الستاف انجيجمنت، الستاف نيدز، مقدمي الرعاية الصحية، احتياجاتهم، تجربتهم، ما في شك أنها بإذن الله تعالى ستنتج عنها تجربة مريض إيجابية. الـ positive patient experience أيضاً يعني leads to موضوع اللي هو الـ minimizing the risk والـ providing the better controls، وهذه يمكن تكلموا عنها السادة الأفاضل في بعض الـ slides خلال الـ presentation. مهم جداً موضوع الـ engagement، وموضوع اللي هو التبني القضية، وكذلك الشراكة في المسؤولية لخفض الريسك والبروفايد بيتر كنترولز، بحيث انه يكون المريض وذوي المريض عضو فاعل في السايكل يعني كاملة، ويكون لهم دور كبير في تخفيف هذه الأعباء عن مقدمي الرعاية الصحية بما يحقق الغاية. واعذروني على الإطالة، واسمحوا لي اني يعني اقدم شكر جزيل للزملاء الكرام إتاحة الفرصة، وسعيدة جدا أن أكون مع العمالقة، ويعني شرف كبير أن أشارك في هذا السيشن، والمايك لكم، يعطيكم العافية. دكتورة إيمان، أنا مش لاقي كلام يعني أعبر عن يعني قيمة كل حرف وكل كلمة حضرتك قلتيها بجد، وأنا متأكد كل السادة الأودينس يعني نفس الإمبريشن يمكن أكتر، لكن اسمحي لي بس في سؤالين. السؤال الأولاني، أنا دايماً بقول إن أي حد رايح شغله الصبح، لو هو رايح شغله ومش عارف هيعمل إيه أو مش عارف إيه التاسكات اللي معاه، ولو رايح هو في طريق بيقول ربنا يعدي اليوم ده على خير، ف بيئة العمل هنا في مشكلة كبيرة جدا، والبيرن اوت كبير جدا في المؤسسات. سؤال لحضرتك في الجزئية دي، ازاي نحسن الـ employee satisfaction في المؤسسات الحكومية؟ طبعا القطاع الخاص الدنيا مش معقدة، الدنيا سهلة لحد كبير يعني، لكن انا بتكلم على القطاع الحكومي. ده سؤال. السؤال الثاني، من خلال تجارب حضرتك القيمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشاركة المرضى وذويهم في اتخاذ القرار نقطة في منتهى الأهمية، محورية هي بالتأكيد موجودة عندنا في مصر في كل اللوائح المنظمة للقطاع الحكومي، سواء لائحة 139 أو 120 أو لائحة 200، بتقول إن في لازم يبقى في عضو من المجتمع المدني في مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء عشان يبقى شيرنج في القرار. ولكن عايزين يعني إزاي حضراتكم بتطبقوا الجزئية دي في المملكة؟ فده سؤال للحضرتك. طيب يعطيك العافية وأشكرك جدا. يمكن السؤال الأول إذا كنت فهمته بشكل جيد، كيف نضمن أنه اليوم إحنا يكون في عندنا تجربة إيجابية لمقدمي الخدمة؟ اي نعم، ازاي بنرفع يعني الامبلي ساتسفاكشن أو نحسن من المورال للمقدمي الخدمة. طيب يمكن خبرتي بسيطة للأمانة، ولكن حابة أشارك يمكن بعض التجارب السابقة. موضوع انه احنا it's very important to be very vulnerable، يعني الوضوح والشفافية ومشاركة الهموم، اعتقد انها هي البداية لأي يعني اي تغيير او اي تحول. مهم جدا اليوم ان احنا ننزل للمستوى بحيث انه احنا نقلل من الفجوات ونتكلم بلغة موحدة، بحيث انه اليوم احنا على سبيل المثال we're heading towards direction معينة، واحنا عندنا خطة لتحقيق غاية معينة.
لابد ان احنا نصرف وقت يمكن اضعاف ما يتم صرفه في عملية التخطيط ان نترجم and we communicate هذه البلان للجميع لكل المستويات، بحيث ان احنا نكون واضحين من البداية لماذا هذا التحول، ما هي الغاية لكل مستوى، يعني what's in it for me، ايش القيمة اللي انا ساحصل عليها على سبيل المثال كنيرس مثلا في قسم معين، لماذا هذا التغيير، سواء كان حتى يمكن على ابسط التغييرات اللي تحصل يمكن على تطبيق نظام او سيستم جديد من يعني في تقنية المعلومات مثلا، والله نتبنى نظام معين بديل للنظام موجود، لابد نوضح why we're doing this what's in it for them. والنقطة الأخرى الأهم اللي what do they need، ماذا يحتاجون حتى يستطيعون أن هم يعني يمشوا معانا على هذه الموجة أو على هذا التغيير، what do they need، what kind of support do you need. أستاذ إيمان مستمعين حضرتك. إذن لابد أن احنا نراجع الإجراءات كيف يساعدهم على تحقيق هذه الغاية. فلذلك موضوع تجربة مقدمي الخدمة أو الممارسين الصحيين مهمة أنها تكون جزء لا يتجزأ من الأولويات الاستراتيجية لأي مؤسسة، واللي يمكن يركز على تجربة المريض ويغفل الـ employee engagement، أنا أعتقد أن المعادلة مختلة، يعني فيها خلل كبير جداً، لأنه اليوم كيف أتوقع أنه يتم تقديم خدمة exceptional بطريقة إنسانية وتراعي جانب الـ empathy والـ compassionate of care وإحنا لا نولي نفس الاهتمام بهؤلاء الـ يعني الأشخاص اللي يقومون بتقديمها للآخرين وكأنهم machines يعني. وهذه يعني للأسف إن شاء الله أنها ما هي موجودة بشكل كبير الآن، بدأت تتقلص، ولكن لا زالت موجودة ولا زال المشوار يعني طويل، يمكن نحن نحاول إن احنا نتخطاها. فيمكن هذه يعني باختصار، واعذرني على الإطالة. بالنسبة للسؤال الآخر، يمكن بس لو تذكرني كرما بالسؤال الآخر، كان في سؤالين أعتقد. تجربة حضراتكم في المملكة إزاي بتشركوا المرضى وذويهم في أيوة، اتخاذ القرار؟ احنا عندنا في تم تعميم تم التعميم على جميع مستشفيات وزارة الصحة آنذاك، يعني في فترة يمكن قيادتي لمركز تجربة المريض، انه يكون في عندنا patient and family advisory council على في كل مستشفى، بحيث انه يكون يرأسه رئيس المستشفى او المدير التنفيذي، بوجود بعض التنفيذيين من الادارات الرئيسية او الديفيجنز الرئيسية، وممثلين من المرضى وذويهم، وتطرح فيه أجندة محددة يتم فيها نقاش تقارير تجربة المريض، يتم فيه نقاش مجموعة من التقارير الدورية، وكذلك إطلاق أو استحداث خطة تصحيحية لكثير من التحديات اللي يتم نقاشها، وتتم عملية المونيتورينج والمتابعة للمينتس اوف ميتينج، تأكد من وجود التزام بتطبيق هذه المشاريع والمبادرات. وللأمانة حققت يمكن يعني أثر إيجابي كبير جداً، عفواً الصوت واضح، تفضلي دكتور، تفضلي أستاذ أيمن، تفضلي فندم. فتفعيلها للأمانة أول ثمرة يمكن قطفناها، اللي هو موضوع وجود تراست كبير. فأصبح اليوم عندنا إحنا الأدفوكيتس من المرضى يتحدثون عن كيف الآن في حراك كبير وإيجابي نحو تجويد الخدمات وتحسينها، وما في شك أن هذه الرسالة يعني ساعدت بشكل كبير أنه يكون في تراست. فبناء التراست أعتقد أنه يمكن أكبر مكسب من عملية تفعيل هذه المنصات. الجانب الآخر اللي هو السياسات، يعني في سياسات كثيرة طبعا تم استحداثها، وسياسات تم تطويرها أو عمل أبديت لها. جزء من البروسيس اللي هو إشراك المستفيدين من خلال منصات يتم فيها طرح الدرافت أو السياسة قبل اعتمادها لأخذ الملاحظات والفيدباك، وبناء عليها يتم التعديل والتحسين قبل الاعتماد. فهذه يمكن two examples، وأعتقد في أمثلة كبيرة جدا أكيد يمكن الزملاء يشاركون فيها، ولكن هذه يمكن أمثلة حية شهدت عليها يعني، وحبيت فقط أشاركها معكم.
كل تحية وتقدير لحضرتك الأستاذ أيمن وكل القيادات في المملكة العربية السعودية، تحية من القلب لحضراتكم، ويعني وجود حضرتك فعلا إضافة كبيرة جدا، وإحنا تشرفنا بحضرتك النهاردة بالمحاضرة الرائعة والبرزنتيشن الأكثر من روعة. طبعا احنا بنعتذر دكتور احمد صفا، تاخرنا على حضرتك كتير، اعذرنا، بس يعني حضرتك قلت لي الاستاذ ايمان دي احد تلاميذي، فالتلميذه يعني ونعم الاستاذ ونعم حضرتك الاستاذ طبعا، يعني ما شاء الله عليكم يا دكتور احمد. الاستاذ ايمان بجد اكثر من رائعه، وطبعا الفضل لحضراتكم جميعا. يعني الدكتور احمد الويبينار مع يعني. حضرتك. وانا اسمح لي بس احيي الدكتور احمد يعني واسلم هو عليه. دكتور احمد كان يعني سو براود ان حضرتك موجوده معانا النهارده. انا مشاركتي ووجود كوكبه يعني ما في شك انها يمكن فخر وللامانه يعني اونر كبير، وايضا يعني شارك الدكتور احمد صفوت في سيشن هذا برضو يعني جانب اخر، فالله يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا لكم. أشكرك جدا، أشكرك جدا. شكرا جدا دكتور العربي على الدعوة الكريمة، إن حضرتك سمحت لي أكون موجود بين هذه القامات المهمة، دكتور محمد عز الدين أستاذي وأخويا الكبير أستاذ الدكتور خالد سمير، اللي دايما بحب أسمعه وأتعلم منه، ومتعة لا تنتهي. ببقى سعيد أول ما ابتدي كلام، وببقى زعلان جدا أول ما بيخلص كلام، بقول طب حد يسأل، طب نكمل أي حد يقول حاجة عشان نستفيد أكتر وأكتر. الأستاذة إيمان الطريقي زميلة الأمس وأخت الأمس واليوم والمستقبل إن شاء الله. سعيد جدا 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 بوجودك النهارده، وان احنا نلتقي بعد فتره طويله وما كانش في كوميونيكيشن. واز يوجوال براود تو listen to you and to learn from you. خليني اشير ماي سكرين. وانا عارف انه احنا في اخر الويبينار، والتوقيت لو احنا حسبناه بالصيفي هيبقى كتير قوي، فالحمد لله ان احنا هنستغل ان احنا في التوقيت الشتوي. I'll try to go in an agile way عشان ما نبقاش مسألتي. انا هحاول النهارده اتكلم على فكره ال moving from quality to value، و how the governance is really paving the way بين المفهومين، ازاي ناخد المساله من مفهوم الكواليتي فور كواليتي انها مش الهدف ومش التارجت اصلا، ونروح للتارجت المهم اللي هو الفاليو. هنا هنيجي عند الايرون ترانجل، والايرون ترانجل ده بدايه اتصور انها مهمه جدا نبتدي نتكلم فيها. كان ويليام كاسكس سنه 94 عمل كتاب، عمل ديبيت كبير جدا لما اتكلم على الميديسنز دايلمز، وقال انه الكتاب كان عنوانه ان احنا عندنا انفينيت نيدز وفاينايت ريسورسز، عندنا احتياجات كتير جدا وعندنا ريسورسز محدوده، فهنطلع بالمثلث الحديدي ده انه عندنا علاقه بين الاكسس والكوست والكواليتي، ونيفر ان انت هتحاول تحسن حاجه لازم على الاقل واحده، ان ما كانش الاثنين التانيين هيسوء. وفضل الكتاب ده والايرون ترانجل الناس مؤمنه بيه لدرجه كبيره جدا، لحد ما خلق ديبيت بعديه. Is it real؟ هل الكلام ده حقيقي؟ ولو الكلام ده مش حقيقي، هل في طريقه ان انا احصل على التحسين في ده كله ويبقى عندي ultimate goal مختلف، ultimate goal بيحقق لنا الفاليو اللي بندور عليها؟ كان الناس بتتكلم هو الالتيميت جول بتاعي ان انا يبقى عندي سيف كير ولا افكتيف كير ولا افيشنت كير ولا بيشنت سنترد كير ولا كلهم مع بعض. اللي جاوب لنا على السؤال ده هو الايكويشن دي، فكره الفاليو. احنا عايزين دول كلهم، بس عايزين نلم السيف كير والافكتيف كير والبيشنت سنترد كير في منطقه الاوتكم، وناخد الافيشنت كير عشان ناخدها في منطقه الكوست. وهنا محتاجين
نروح ديبر شوية في المنطقة دي عشان نربط العلاقة بين الفاليو والكواليتي، وليتر اون نحط عليهم العلاقة مع الجوفرنمنت. الاوتكم لما نتكلم عنه بتكلم على كلينيكال اوتكم يعني مورتاليتي وموربيديتي، بتكلم على فانكشنال اوتكم يعني كواليتي اوف لايف بعد ما العيان ده طلع من عيان، البيشنت اكسبيرينس هاو بوزيتيف از ات، البيشنت سيفتي، ومؤخرا الانستيتيوت اوف ميديسين ضافوا ليهم كمان الستاف سيفتي. ده الاوتكم. والكوست هو الكوست بتاع كل الكلام ده، وهنا بيجي مفتاح الكواليتي. الكواليتي دورها انها تزق الاوتكم ده لفوق، تحافظ على الميزان ده كده، وفي نفس الوقت تحافظ تزق الكوست لتحت. ده الشغل اللي طول الوقت الكواليتي بنستخدمه. اذا اجين الكواليتي في الحاله دي هي تول توصلني للريل فاليو. الكواليتي عشان نبقى كلنا اون ذا سيم بيج، خلينا نرجع خطوه لورا ونفهم هو الكواليتي الناس اتكلمت عليها وعرفتها ازاي، وهحاول اكون as simple and straightforward لاني بدات اسمع مؤخرا كلام عن الكواليتي هو مش الكواليتي اصلا. وانا راجل كواليتيشن بقالي اكتر يعني اولموست 25 سنه، بس فكره الكواليتي على فكره ابسط واكثر ستريت فوروردنس من كده. دونابيديان سنة 80 قال الكواليتي هي ذا ابيليتي تو اشيف الديزايربل اوبجكتيفز يوزنج ليجيتيميت مينز، احنا هنعمل الهدف اللي احنا جايين عشان نعمله. وجه الانستيتوت اوف ميديسن سنة 90، انا بحاول احط المحطات الرئيسيه، ضاف هنا with consistent with current professional knowledge اللي هو الشغل بتاع الايفيدنس بيس. سنة 97 دخلت الكونسل اوف يوروب وقالت diminishes the chances of undesirable results. بعد بدأ يدخل هنا الـ safety، الـ patient safety والـ staff safety by the way. إن أنا أبتدي كمان يبقى أنا هحقق الأهداف المرجوة على evidence based و good patient and staff safety. بعد كده الـ patient centeredness دخل معانا متأخر 2010، دخل ضمن definition الـ quality بالـ European Commission إنه قال and respond to the needs and preferences of patients. سنة 18 الـ WHO زودت خلطة كده على الـ aims بتاع الـ quality اللي قالها الـ Institute of Medicine سنة 2000 وقال الـ safety والـ timeliness والـ effectiveness والـ efficiency والـ equity، الكلام اللطيف ده. جه قال الـ integrated care عشان يخدم الـ value، عشان definition الـ value إن أنا إزاي يبقى عندي efficiency في كل الباثوي بتاع الكير. اذا الكير دي if not continuous enough او not integrated enough مش هقدر احقق الفاليو. فالديفينيشن الاخراني بالتارجتس الاخرانيه اللي اتكلمت عنها دبليو اتش او ابتداء يمكن من 17 وبدات تنهانسد اكتر في 18، لان كانت قبل كده بتتكلم الدبليو اتش او توتالي كلمه كواليتي عندها ديزايرد اوتكم، بس كلمه الانتجريتد والايمز اللي دخلت 16 17 18 ارتبطت مينلي باليونيفرسال هيلث كفرج. لما بدا اليونيفرسال هيلث كفرج يتكلم فاليو بيزد، وبالتالي انا بتكلم على هاو تو ديليفر ذا بيست فاليو. كمان واحنا بنفهم الكواليتي دونابيديانز موديل، اي ثينك الموديل ده ستيل فعال، مع ان الموديل ده عمره النهارده بدا سنه 66، يبقى عمره احنا بنتكلم في اكتر من 50 سنه، داخلين على 60 سنه، 60 سنه الا شويه 57 سنه. قال انه الموديل بتاع الكواليتي مبني على اي حاجه في الدنيا بتتبني من ستراكشر اي سيستم بروسيس اند اوتكم، ودي الارياز اللي بتشتغل عليها الكواليتي. الستراكشر جوه الفاسيليتي، جوه الايكويبمنت، جوه الستاف، جوه الدوكيومنت، والبروسيس جواها حاجتين تكنيكال ومانجيريال، والتكنيكال دي ممكن تبقى كلينيكال بروسيسز وممكن تكون نون كلينيكال بروسيسز. دي الارياز اللي هتشتغل عليها الكواليتي عشان تطلع لي في الاخر مخرجات، دي المخرجات اللي هيبقى شغلتي في الكواليتي ان انا اقيسها واقيمها واحدد هو انا محتاج ارجع خطوتين لورا، خطوه لورا احسن البروسيس، ولا محتاج خطوتين لورا واحسن الاستراكشر. الغريب ان علم الكواليتي لما طلع بالمقلوب، ما طلعش زي ما معمول كده،
طلع اول حاجه اتعملت في الكواليتي ان احنا نراجع الاوتكم اللي سموه زمان واللي بدا بيه شورت سنه 20 1920، وقال سماه الكواليتي كنترول، انه بس بيراجع السبيكس بتاعت البرودكت. وبعدين بعد شويه قال لك لا، احنا لما نراجع السبيكس بتاعت البرودكت تكون البروسيس باظت بالفعل، احنا عايزين نرجع ورا نتاكد ان البروسيس اتعملت صح، عشان لو مش بتتعمل صح نلحقها قبل ما البرودكت يبوظ. فاتعمل هنا الكواليتي اشورنس اللي هي بتراجع البروسيس. وبعدين حديثا من بدايه الثمانينات لحد دلوقتي بدا بقى الشغل في التوتال كواليتي مانجمنت، ان احنا لا احنا نبتدي نفكر من اول الاوتكم هي ايه البروسيس المفروض نعملها انه تضمن لي الاوتكم ده، وارجع مراجع خطوه ورا وانا ببلان فور كواليتي، طب ايه البروبر ستراكشر اللي هعمل يساعدني ان انا اعمل ده. بس هنا في سؤال مهم نجاوب عليه، هو الكواليتي ان هيلث كير ديفرنت عن اذر كواليتي او ان اذر بزنسز في ايه؟ الكلام ده قالوه اليوروبيان دبليو او اوفيس، قال الكلام ده سنه 16 او 17 ام نوت شور، انه طلع اربع فروق اساسيه لو ركزنا فيهم هيفرقوا هاو وي ار تاكلينج ذا بروسس. اول حاجه ان البرودكت بتاع الهيلث كير اصلا هو برودكت ناقص من غير البيشنت. يعني حضرتك كجراح تقدر تعمل احسن عمليه في الدنيا، او حضرتك كطبيب تقدر تكتب افضل دواء في الدنيا، لكن لو البيشنت ده did not comply to it النتيجه مش هتطلع. الريكومنديشنز بتاعتك اللي البيشنت ممكن يقبلها او ما يقبلهاش هي اللي بتكمل شغلك. المشكله بتيجي في الفرق التاني، انه الكاستمر ده اللي هو جزء اساسي من النتيجه ومكون اساسي من نجاح العمليه العلاجيه او من الهيلث كير اور نوت، he has a little knowledge as regarding. وبالتالي انت ازاي هت engage him while ان هو not specialized in it. النقطه الثالثه انه في كتير من الاحوال انا ما بتعاملش مع one customer، لان انا عندي البيمنت بروفيجن سيرفيس، البيمنت والسيرفيس بروفيجن بيبقوا حتتين. لا، المساله ابعد من كده، انه الكاستمرز اللي عندي مش البيشنت اللي بعالجه بس، بل هو البيشنت اللي بعالجه والواتشر اللي بياخد باله من البيشنت والانفلونسد انتيتي اللي هتتاثر بعلاجي للبيشنت زي المؤسسه اللي بيشتغل فيها العيان، والكوميونتي المحيط اللي هو بيشكل بالنسبه لي البوتنشال بيشنت. فكل دول I need to consider while I'm working on the quality of the care أنا بقدمها في المؤسسة. ويجي الفرق الرابع اللي أتصور إنه محدش هيختلف فيه، الـ complexity والـ interactions اللي موجودة في الـ process. الحاجة الغريبة في الـ quality of healthcare أو الـ healthcare quality إنه مش دايما الناس متخيلة إن كل الـ quality perceived. وتخيلوا انه في اغلب الريسيرشز والكلام ده اللي قاله اليوروبيان كوميشن، انه تلت الكواليتي بس اللي بتحصل هي اللي بتكون بيرسيفد باي البيشنت، سموها البيشنت كواليتي اور بيرسيفد كواليتي. وقالوا ان البيرسيفد كواليتي دي هي الاكشنز المباشره، هي النتائج اللي بيشوفها العيان والطريقه اللي وصلت له بيها النتائج، هو ده اللي بيشوفه. فانت عرفته ازاي، بلغته بالمشكله ازاي، قعدت تعالجه ازاي، وصلت النتيجه ازاي، المكان اللي قاعد فيه العيان هو ده اللي بيشوفه العيان، وسمينا ده الـ perceived quality. بس في تلتين غالبا العيان ما بيشوفهم، التلت التاني سموه الـ professional quality، وده العيان ما بيحسش بيه إلا لما يبقى مش موجود. خليني أقول لكم بعض الأمثلة اللي ممكن تكون مفاجأة. لو ما فيش حد بيغسل إيده في المستشفى خالص، لو ما فيش hand hygiene، غالبا العيان مش هيعرف. لو ما اتعملش بروبر سكرابينج قبل العمليات العيان مش هيعرف، الا اذا حصل سيرجيكال سايت انفكشن، حصل كومبليكيشن. فاذا طول ما البروسيس بنعمل الانسترومنتال كاونت، بنعد الالات قبل العمليه، طول ما احنا بنعمل العمليه دي كل يوم، العيان مش عارف انها بتحصل. امتى يعرف انها بالمشكله؟ لما ما تحصلش. ففوجئنا ان البروفيشنال كواليتي دي العيان بيحس بيها لما ما تتعملش فينتج عنها مشكلة، فبيحس بيها بالنيجاتيف امباكت من عدم عملها. الجزء الثالث والثلث الثالث، وهو الثلث المهم والكبير والسترونج ريليتد لاور توك توداي، المانجمنت كواليتي، اللي هو مانجينج
the whole supportive staffing relationship networking committees اللي بتأدي لي ان الشغلانتين دول يتعملوا البرسيفد كواليتي والبروفيشنال كواليتي. السيستم بلوكس اللي عملتها الدبليو اتش او سنه 16 واتكلمت على سنه 15 واتكلمت على العلاقه بين السيستم بيلدينج بلوكس اللي على راسها وحطت اول حاجه فيها الليدرشيب اند جوفرنس، ما حطتش الكواليتي من المكونات، حطت الكواليتي ان انا لازم اعمل ده عشان احقق الكواليتي، بس في نفس الوقت حطت الكواليتي هنا كانترميديت برودكت عشان يوصل الفاينل برودكت بتاعي هو الامبروفد هيلث ليفل اند ايكويتي ريسبونسيفنس الفاينانشال ريسك بروتكشن والامبروفد افشنسي. اجين وي ار توكينج اباوت فاينل جولز ريليتد سترونجلي لايه؟ للفاليو. اذا الكواليتي هنا هي مش هدف، هي انترميديت برودكت محتاجين بروبر ليدرشيب اند جوفرنس تطلعه لي عشان مع الاكسس والكفرج تطلع لي الالتيميت جولز اللي كل دول لو جمعناهم على بعض وضربناهم في الخلاط يترجموا بكلمه الفاليو. الفكره ما بنتكلم جوفرنس اغلب الناس اللي درست الحكايه ما شافتهاش على الارض بتبقى متخيله ان المستشفى شكلها كده، لكن القصه لما بنشتغل على الارض وبتنزل المستشفى وتنزل الطوارئ وبتروح العمليات بتلاقي ان الحكايه شكلها كده. وده اللي بيفتح، مش هروح في تفاصيل كتير فيها، ان في المستشفى في الهيلث كير احنا بنشتغل مع حاجه اسمها الكومبلكس ادابتيف سيستم، انها بتتكون من ايجنتس كتيره جدا، كل ايجنت من ده ممكن يكون ستاف، ممكن يكون ديفايس، ممكن يكون ايكويبمنت، ممكن يكون بروسيس، ممكن يكون ديبارتمنت بيتفاعل مع الاذر ايجنتس اللي ممكن تكون اي حاجه من دي. وكل ما بتتفاعل في وقت مختلف بشكل مختلف بتطلع لي مخرج مختلف. اذا كل خطأ في حاجة من دي أو تغير في حاجة من دي سواء نيجاتيفلي أو بوزيتيف مش هيمباكت الايجنت بس اللي حصل فيه ده، هيمباكت كتير من دوائر الايجنت المتداخلة مباشرة معاها أو بشكل غير مباشر عن بعد. وهنا بتيجي القيمة الحقيقية لفكرة الكوربريت جوفرنس اللي يبقى ابنها أو بنتها على حسب ما تحبوا تسموه يجي عندي الكلينيكال جوفرنس. الكوربريت جوفرنانس ببساطه بالشكل اللي انا عارف انه تكنيكلي مش هو ده البروبر ديفينيشن بس ببساطه عشان نفهمه، هو السيستم باي ويتش الكومبانيز ار دايركتد اند ويل كنترولد. والدوميننت موديل بتاع الكوربريت جوفرنانس شود بي دون اند اوبريتد اندر ذا دايركشن اوف ا بورد. ومن هنا البورد بيجي البورد ممبرز اللي سبوز تو هاف ايكوال انفلوينسز بينهم we to make a decision اللي هو يكون المفروض ان inform decision مبني على المعلومات. والبورد هنا انا جايب بس جايب example لاحد المستشفيات من ال NHS hospitals ما بيقدرش يمارس ده بشكل separate، ولا كتير مما انا بشوف انه الاقي الهيراركي الطبيعي والorganizational chart بتاع الديبارتمنت اللي بتودي لل CEO والCEO بيريبورت للgoverning body without this well functioning committees. والwell functioning committees مش لازم تكون one line. Sometimes some of them تبقى tree of committees or hierarchy. ساعات من call it hierarchy of committees and some of them are reporting to others to before reporting to the board. بس مهم ان كل ده يكون موجود، ومهم ابقى شايف ان الquality committee in direct relation مع البورد. طيب لو عاوزين نروح وناخد ونلخص، طب هو انا محتاج ايه من البورد كممثل للكوربريت جوفرنانس في اتجاه تحسين الكواليتي؟ فيرست اوف اول انا محتاج منه انه يست البرايورتيز. وايل وي ار سيتنج ذا برايورتيز محتاجين نستخدم الموديل ده اللي بيقول انه البرايورتيز للهيلث كير كواليتيز في المستشفى بتيجي من حتتين، واحده منهم هي الهوسبيتال استراتيجيك بلان اللي برضه شود بي ابروفد اند ريكوجنايزد باي
دي governing body والgovernment وregulatory initiatives، دول بيحققوا لي الأولويات، ومن جوه دول الاكسترنال وانترنالي من الامرجنس برايورتيز من خلال الاوبريشنز اللي بتحصل عندي جوه المستشفى. سيتنج البرايورتيز ده في غايه الخطوره، كتير بدخل مستشفيات الاقي الاي سي يو عاملين كواليتي امبروفمنت بروجكت زي الفل، الان اي سي يو عاملين كواليتي امبروفمنت بروجكت زي الفل، الطوارئ عامله كواليتي امبروفمنت بروجكت زي الفل، بس المؤسسه از هول از نوت دوينج ويل. ليه؟ Because of the problem of alignment. Either those projects are not aligned together, ده احتمال، والاحتمال الثاني هم حاجتين: they are not aligned together وكمان not aligned مع the strategic priorities. تيجي على النقطة الثانية measuring the progress. Measuring the progress احنا الكواليتي بتاعتنا ماشية ازاي؟ Is it a ultimate responsibility of the governing body? Yes. تقيس البروجرس ده على حاجتين: على البالانس سكور كارد، وازاي يكون عندي بالانس سكور كارد انا ببص عليه طول الوقت في الجوفرنينج بودي في البورد بتاعي، ببص على الاورجانيزيشنال كاباسيتي بقيسها ازاي وايه اللي شغال فيها، الانترنال بروسيسز اللي ممكن بتبقى بالنسبه لي جزئين كلينيكال ان نون كلينيكال، الكاستمر بتاعي وهنا الاكسترنال كاستمر مينلي، وبعد كده الفاينانشال انديكيتورز. وانا ببص على ده مهم ابقى شايف البروبر استراتيجيك مابينج، انا بتكلم هنا كبورد، انه ازاي يبقى شايف انه الكي بي ايز اللي بتعكس لي مشكله هنا they are gonna lead to problem هنا وهنا وهنا، لانه في الدياجرام ده الاورجانيزيشنال كاباسيتي هي اللي هتؤدي لبروبر انترنال بروسيسز، تؤدي لبروبر customer satisfaction or positive experience اللي تؤدي لي للفاينانشال performance، good financial performance. وبالتالي لما اجي اشوف مشكله في لاين منهم مهم مهم جدا انا كبورد ابقى شايف هو وضع ده في الاستراتيجيك ماب بتاعتي ايه، is it leading or lagging or both. فانا لما الاقي مشكله هنا عند الانترنال بروسيسز لازم افهم ان انا محتاج ارجع خطوه لورا عشان اشوف الاورجانيزيشنال كاباسيتي اللي ادت لي لده، واطلع خطوتين لقدام اشتغل على الكاستمر ساتسفاكشن اللي اتاكد انه خلي بالكم انه ده هيبتدي يتاثر بالانترنال بروسيسز، بيكوز ذيس انترنال بروسيسز بروبلمز ار ليدنج تو كاستمرز اند ذن فاينانشال بروبلمز، وكمان لاجنج من الاورجانيزيشنال كاباسيتي. النقطه الثانيه وايل فولوينج البروجريس ريليتد دايركتلي للريسك مانجمنت، ساعات الريسك مانجمنت وده الصح انها تكون سيبريت كوميتي اور كوميتي ريبورتنج للكواليتي كوميتي. ليه صح انها تكون سيبريت كوميتي؟ لانه المفروض انها تكون انتربرايز ريسك مانجمنت ابروتش اللي هو بيشمل عندي وبيغطي عندي الاستراتيجيك ريسكس، الهيومن كابيتال ريسكس، الليجل اند ريجوليتوري ريسكس، التكنولوجي، الاوبريشنال، الكلينيكال بيرفورمانس، وانعكاس كل ده على الفاينانشال. اذا انا في البورد وانا عمال اراجع واميجر البروجريس بتاعي عندي طريقتين، عندي الريتروسبكتيف وانا ببص على الكي بي ايز بتاعتي وبربطها في الاستراتيجيك مابينج عشان اشوف هي ليدنج ولا لاجنج، هي نتجت عن ايه وممكن تؤدي لي لايه، وعندي البرو اكتيف واي ان انا ببص على الريسك مانجمنت بكل الايت دايمنشنز بتاعته كانتربرايز ريسك. ثالث حاجه الانشور اكاونتابيلتي. الاكاونتابيلتي هنا تنشورت ازاي؟ اول حاجه البروبر جوب ديسكريبشنز، التيرمز اوف ريفرنس بتاعت الديفرنت كوميتيز، الكلير ريليشنز اند ريبورتنج بتوين الديفرنت ديبارتمنتس اند ديفرنت تاسك هولدرز. الانشور اكاونتابيلتي دي اللي بتضمن لي انه لا يتفرق دم الحكايه بين القبائل، الكلير ديليفربلز اوف تاسكس، الكلير اوبجكتيفز بير ديبارتمنتس بير كوميتي، عشان نروح وراها لشيبينج الكالتشر. الكالتشر انا مش عايز اروح لديفينيشنز معقده، بس خلينا متفقين ان الكالتشر هي عباره عن اربع حاجات، هي فاليوز وبيليفز و attitudes و behaviors.
هم دول كالتشر، اي انترنال كالتشر لمؤسسه. ومهم نبقى عارفين ان الكالتشر دي بتتبني في البورد رومز، بتتبني فوق وتنزل لتحت. الاماكن اللي ما فيش فيها بروبر governance بيستسلموا للكالتشر الشائعه في المكان، وبتبقى دي هي الكالتشر بتاعه الاداره والكالتشر بتاعه اتخاذ القرارات. لكن الاماكن اللي فيها بروبر governance سيستم الكالتشر بتتخلق intentionally at board rooms وتبتدي تتزحلق لتحت to affect البيهيفيرز بتاع الامبلويز، وبتتكون من اربع حاجات اساسيه زي ما اتفقنا، هي الفاليوز والبيليفز، ودول حاجات احنا ما بنشوفهمش، واتيتيودز وبيهيفيرز، ودول اللي احنا بنشوفهم. وللاسف عشان نغير اللي احنا شايفينه لازم نشتغل على اللي احنا مش شايفينه. مش هروح في ديتيلز في الحته دي، بس انا بدعوكم ان انتوا تحاولوا تبصوا على موديل مشهور قوي اسمه هيد اون هارت اون اند هاندز اون، انك تقنع الناس ليه احنا بنعمل كده، وده اللي اتكلمت عنه استاذه ايمان من شويه. وبعد شويه الهارت اون انك تخلق فيه الباشن، والباشن بتتخلق بالجين والبين، انه هيكسب حاجه وهيتخلص من مشكله، لحد ما هو اللي يقول لك طب اعملها ازاي، فبتروح عند الهاندز اون. اتفقنا على الكوربريت جوفرنس، تعالى على الدايركت جوفرنس which is direct related للكواليتي. اذا اتفقنا ان الكور بزنس بتاع المؤسسه الصحيه هو الكلينيكال كير، يبقى الكلينيكال جوفرنس which is the heart of the corporate governance. وانا هستعين بالديفينيشن ده، مع اني عارف ان مش ده المعتاد، which is done by Wolf and Taylor set 2009، بس هو اللي بيلخص الحكايه. وكل الفريم ورك جت، كل الفريم وركس بتاعه الكلينيكال جوفرنس جت من الديفينيشن ده، مش من الديفينيشن اللي الان اتش اس دايما بتتباهى بيه وبتشاركه طول الوقت. بتقول doing the right thing at the right time by the right person with the application of هنا best evidence، دخلنا هنا على الايفيدنس بيز ميديسن to a patient problem in the way the patient wishes، وهنا دخلنا على البيشنت سنتردنس. by appropriately trained and resourced individual or team، وهنا دخلنا على ال staff management within an organization is accountable for actions of its own staff، وهنا دخلنا في ال accountability of the organization. minimize risk، clinical risk management، and learn from good practice and indeed mistakes الاثنين. ده هياخدنا لفريم ورك لطيف جدا جدا طلع سنه 17 بالسيفتي اند كواليتي كوميشن ان نيوزيلاند، بحبه جدا. اتس فيري سمبل فيري ستريت فورورد. قال ان الحكايه كلها واقفه، انا مش هروح على كل تفاصيل الفريم ورك طبعا، بس هتكلم على ثلاث شركاء رئيسيين باربعه كومبوننت رئيسيين عشان نحقق الكلينيكال جوفرنس. قال الثلاث شركاء الرئيسيين هم مين؟ الكلينيشنز والكونسيومرز والمانجرز. تمام، بشتغل معاهم باربعه مين كومبوننت. ناحيه الكونسيومرز عندي الكونسيومر انجيجمنت اند بارتيسيبيشن، وكل الشغل اللي يحقق لي انجيجمنت مع البيشنت. ويجي على ناحيه الكلينيشن اروح عند الكلينيكال افكتيفنس وشغل الايفيدنس بيز ميديسن. عشان عند المانجر، ودي المفاجاه، وانا هو بتكلم كلينيكال جوفرنس، هلاقي عندي two components مرتبطين بالمانجر: engaged effective workforce بكل تفاصيله، وبرضه المانجرز عندهم ال quality improvement and patient safety. هنا حاجي أحاول أطرح framework تاني. It's very simple. ابن الفريمورك الأولاني وابن المين concepts of clinical governance، مش هروح فيه بتفاصيل، بس to take the flavor which is قايم على أربعة pillars: right clinical care at all care levels all the time in a well managed system. قائم ان انت يبقى عندك البوليسز، ده ال very practical one، الاوتوميتد one to do it. يكون عندك required policies، يكون عندك required templates and forms for each one of them. يكون creating الميجرمنت سيستم والكومباريزون والبنشمارك، وفي الاخر يكون عندي الامبروفمنت والانوفيشن سيستم اللي مبني على الفايندنج. الرايت كلينيكال كير قائم على هو مين اللي هيقدم الكلينيكال كير، البروفيشنالز،
من اول الكريدنشالينج، البريفليجنج، الكومبتنسي والديستريبيوشن لود، الهاو فورس تو بي ايفيدنس بيست، لحد الوين الارجنسي ليفل، سبيشالي في الاي دي والاو بي دي والاو ار والامبلنس، عشان نروح ات اول كير ليفلز. وهنا بنتكلم فيها على الكلير اكاونتابيلتي اند الكونتينيوتي اوف كير اند الانتجريتد كير. ازاي نكواليفاي الديبارتمنت، الفاسيليتي، الديبارتمنت، الورد، مش بس اكواليفاي البيرسونز، ات انكلودز كواليفاينج الستاف، الايكويبمنت، السبيس والسبورتيف سيرفيسز والانتجريتد كير والكلير اكاونتابيلتي ليفلز ثرو ويذين ذا سيم فاسيليتيز اند بتوين ديفرنت فاسيليتيز، لحد ما نيجي الاول ذا تايم ويتش از ذا ميجرمنت فيز، كلينيكال اوديت سيستم، يكون عندي بروبر كلينيكال اوديت سيستم، بروبر كلينيكال بيشنت سيفتي سيستم، في جواه ريبورتنج سيستم وجواه الريليتد كلتشر ميجرمنت، وبعد كده كلينيكال بيشنت اكسبيرينس ميجرمنت سيستم اند سيرفيس ريديزاين اكوردنجلي، والجابز اللي تطلع لي هنا اروح احسنها جوه الامبروفمنت اند كوركتيف اكشن. اخر حته ات اويل مانج سيستم اللي جواه البروبر كليم مانجمنت، especially when we are talking about clinical excellence or clinical governance، بنتكلم هنا في الكليم مانجمنت على الـ appropriateness of care، الـ appropriateness of provider، الـ appropriateness of place، الـ appropriateness of device and equipment. بعد كده نروح عند الـ information management، الـ disclosure، transparency والـ proactive control. آخر حاجة عايز أقولها ونطلع بيها النهاردة، الـ quality مش هدف، الكواليتي وسيلة. حتى الفاليو itself to tick the value to shoot the value ما عادتش هدف، بقى الهدف هو الـ consistent flow of value which is all the time exceeding the expectations of the customer which is called the operational excellence. وعشان نحصل على الـ consistent flow of value في اتجاه الـ patients أو في اتجاه الـ customers اللي exceeding their expectations، محتاجين proper strategy, proper culture, proper continuous, wise and well-guided improvement اللي حيقوم بده كله. We lead it at the proper governance and leadership. Thank you. طبعاً كالمعتاد دكتور أحمد أكثر من رائع، ده عهدنا من حضرتك، دائماً متميز ورائع في كل حاجة. سؤال لحضرتك، مشكوراً دكتور أحمد، وده المود اللي احنا بدأنا بيه الويبينار. لو مستشفى فيها كوربشن في الحوكمة، بمعنى ان في انفستور داخل بشير برسنتج 1% ولكن هو اللي بيدير وبيحكم وبيدي قراراته، وتقريبا مدير مستشفى يعني قاعد على الرف انا اسف خلاص، وده للاسف بيكون احد اسباب الفشل الذريع في القطاع الخاص. هل النموذج ده قابل ان هو يبقى ناجح في الكلينيكال جوفرنس او في الاكريديتيشن؟ The direct answer is no. ده اللي احنا عايزينه. ما ينفعش. وانا عايز استعير هنا كلمه لاحد اساتذتي، there is no right way to do the wrong actions. فما ينفعش نيجي نقول طب نخليه يعملها صح ازاي؟ لا، الغلط غلط، محتاج انك تعمله بالطريقه الصح. طيب بين ان حضرتك كريمه الويبينار وذا لاست انستراكتور، نصائح حضرتك لكل الاودينس وكل الديسيجن ميكرز وكل الانفستورز في موضوع الحوكمه في القطاع الصحي. My advice is اجازه لي ان انا ادفايز ماي كوليجز انه احنا محتاجين عشان نطلع خطوه لقدام، فيرست النوليدج، محتاجين نتعلم، لانه الانسان عدو ما يجهل. وكتير من الناس اللي بتقاوم حاجات، دايما كنت الاقي اسباب الريزيستنس عند الناس يا اما مرتبطه بالجهل، بالتكنيكال بارير المرتبط انه مش فاهم الحكايه دي بتتعمل ازاي، او بالبوليتيكال بارير اللي هو حد فاسد وشايف ان الحكايه هتيجي على مصالحه، او كلتشر بارير هو ما اتعودش يشوف الحاجات دي. اللي يعدلنا جزء كبير من الحكاية، أول حاجة النوليدج. اتنين، it's not too late to correct your situation. بعد ما تتعلم، لا الوقت ما تأخرش. تلاتة، انت محتاج طول الوقت combination من حاجتين، resilience and agility.
ريزيلينس ان ما تتخضش، حتى لو اتخبطت وقعت لا ترجع تقف وتابزورب المشكله وتحسن نفسك وتاخد خطوتين لقدام. والاجيليتي ان اول ذا تايم ثينك اند موف كويكلي، لانه الوقت احنا كلنا كاننا على تريد ميل، لو انت ما جريتش بسرعه الزمن هتقع. I think this could be my advice. إذا كان ينفع إن أنا أنصح. Great advices دكتور أحمد، بجد أنا بشكر حضرتك. طبعا يعني كل الساده الحضور الاودينس كلهم قيادات وقامات كبيره جدا، لكن احنا طولنا على حضرتك كتير. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي بجد. هنبدا بنهايه الويبينار، الدكتور احمد صفوت، الاستاذه ايمن الطريفي، استاذنا الدكتور خالد سمير، دكتور محمد عز الدين، كل شكر لحضراتكم جميعا. ويبيناركم رائع، نتمنى من كل الانفستورز، كل الديسيجن ميكرز، كل الهيلث كير اندستري ليدرز يطبقوا الحوكمه بالطريقه صح. وانا عايز كونكلوجن طبعا من الانستراكتور الدكتور محمد عز الدين، تفضل حضرتك. شكرا يا فندم، متشكرين جدا جدا جدا. شكرا دكتور احمد صفوت على المحاضره الرائعه، وهو دايما كده. دكتور امام متشكرين جدا. دكتور خالد سمير طبعا انا يعني از يوجوال بشكر الدكتور عربي ان هو حطني مع الكوكبه العاليه جدا ديت، انا بشكرك جدا على الفرصه الجميله، وارجو ان انا اكون قدمت اسهام ولو بسيط قوي قوي للمفاهيم اللي انا كنت عايز اوصلها، ولو انك ضغطت وقتي قوي في الاول يعني، لكن خير ان شاء الله. بشكرك أخويا جدا، وصديقي تتحملني أكيد طبعا. على راسي يا فندم وعلى عيني، ربنا يخليك يا فندم، وبالتوفيق للجميع يا رب. شكرا جزيلا دكتور عبد. دكتور خالد حضرتك سايق يعني المايه حضرتك. بس بتتكس ولا انا احنا بشكرك يا مرامين دكتور. حضرتك، انا عاملين انترنال اودت عليه حضرتك من هنا يعني. بص انا بشكرك جدا على المجهود الكبير اللي حضرتك عملته، وعاوز اقول لكم ان انا استمتعت ايوم استمتاع بمحاضره الدكتور احمد صفوت، يعني بيس اوف ارت والله بجد، والله بدون مبالغه وبدون اكزاجريشن. طبعا انا مش معنى كده ان الدكتور محمد عز، لا طبعا محاضره قيمه جدا، وانا هسرق منه المحاضرات الليكتشرز الجميله بتاعته، كانت اكثر العفو يا من فندم، رائعه. حضرتك أستاذنا. العفو، العفو يا فندم. دكتور احمد صفوت في منتهى الخطوره ومنتهى الجديه، وانا عاوز الخص حته صغيره كده، انه الجزء الخاص بالبالانس ما بين الاوتكم والكوست، لما تشبك بقى الاوتكم وتشوف السلايدز اللي هو شرح فيه بيشنت اكسبكتيشن وبيشنت اكسبيرينس وكده، ده معناها ايه؟ معناها الديماند اللي هو المرتبط بالاوتكم والفاليو بيز، معناتها الديماند بتاع البيشنت ده دايما في فيشيس سيركل، كل مدى هيتطور وكل مدى هيتحسن، وكل ما البيشنتس يتطوروا ويتحسنوا والكواليتي تتحسن، كل ما الاكسبكتيشن بتاعتهم تزيد، وبالتالي كل ما ده يبوش توردز ان الكوست يبقى كونتيند. معادله جباره وشرح هايل، وبشكركم جميعا بجد يعني. اتفضل يا دكتور. الأستاذ أيمن الطريقي، الويبينار مع حضرتك. الله يعطيكم العافية جميعا، وأكرر شكري وامتناني على إتاحة الفرصة، وسعدت جدا وتعلمت الكثير للأمانة من العمالقة، يعني كل تقعد مع ما شاء حضرتك الله يا أستاذ نولج. أيمن، تقعد مع حضرتك بجد، إحنا استفدنا من حضرتك كتير. والله استمتعت يعني بدون مجاملة، جدا استمتعت، و يعني additional information، وأتمنى إن شاء الله أنه يعني أضفنا لو القليل للمعلومات، وأبد يعني إحنا دائما سعداء بمثل هذه المشاركات القيمة. كل شكر لحضراتكم جميعا، للساده الانستراكتورز، كل شكر لكل الاودينس، تحياتي لحضراتكم، ونلتقي دايما على خير باذن الله. شكرا شكرا دكتور عربي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا دكتور احمد، دكتور خالد سمير، شكرا رايي شكرا شكرا يا شكرا فندم، شكرا دكتور شكرا محمد، شكرا لحضراتكم شكرا 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 لكم دكتور. جميعا، في امان الله. لا تبسم تبسم. تبسم.